صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا منى، وصباح الفل عليكم كلكم. كلنا في البيت عندنا اعمال منزليه كتير، سواء الراجل المصري او الست المصريه. بطبيعه الحال الست المصري ليها نصيب الاسد طبعا من الاعمال المنزليه، ولكن دايما بيبقى في نقاش مجتمعي كده ما بين الازواج والزوجات حوالين قصه توزيع الادوار، بتعمل ايه ما تعملش ايه. قريت مرة منا أن مش عارف كان في حد واخد نوبل برايز، يعني واخد جائزة نوبل، وكان بيقول أنا مراتي بتقول لي وأنا نازل خد كيس الزبالة معاك. قال لها أنا صاحب، أنا واخد جائزة نوبل. قلت له خد كيس الزبالة معاك يا صاحب نوبل. فمعنى ذلك أن الزوج يعني جزء لا يتجزأ من البيت حتى لو كان فائز بجائزة نوبل. الراجل المصري أو الراجل عموماً ربما بيهرب من بعض الحاجات، في بعض الحاجات بيحب يعملها وفي بعض الحاجات ما بيحبش يعملها. مصطفى اللي بيقول اتكلمت. كذلك الست المصرية. كذلك الست المصرية بتحب تعمل حاجات وفي حاجات ربما بتهرب منها كتير. أكيد كل واحد ليه مساحة التفضيل بتاعته أو الكومفورت زون أو يعني المساحة الآمنة اللي بيستريح فيها. اللي بيحب يعمل. إيه هو العمل المنزلي اللي حضرتك كراجل بتحب تعمله؟ وإيه اللي بتهرب منه؟ إيه هو برضو العمل المنزلي اللي حضرتك كست بتحب تعمليه، الحاجة المفضلة بالنسبة لك، وإيه اللي بتهربي منه يا منه؟ أي حاجة بتتعمل إجبار بتبقى وحشة. إجبار. أي حاجة بتتعمل بهدوء كده بتبقى حاجة ممتازة. يعني لو أنا مرهقة وتعبانة وعندي أعمال منزلية، عندي أكل لازم أعمله علشان ولادي وعلشان جوزي، عندي حاجات تتظبط في البيت وأنا مرهقة هبقى عاملاها وأنا أكيد متضررة وتعبانة. لو أنا تمام وأموري تمام ومستريح هبقى عاملاها بكل الود والحب. بس لو إحنا بقى بنتكلم يعني بشكل عام تمام. أنا بفضل جدا إن أنا أطبخ. دي أجمل هواية لكل ست. أنا بحب بس دي مساحة، المساحة الحلوة دي الكومفورت زون بتاعتي. حوادث أوادي. ما تطلبش مني بقى كيكه وبسبوسه وكريم كراميل ولا يعني بحب يعني بحبش الفرفره المطبخ الحلو. بحبش المجهود الزياده من المطبخ الاصلي المصري الاصيل. ان شاء الله كل الحاجات. زي ايه مثلا؟ يعني انا جوزي صعيدي فبيحب الطواجن، انا ما كنتش بعرف اعمل طواجن في بدايه جوازي. انا ما بعملش محاشي، بحس انه يعني هدر وقت كبير جدا علشان فيها تفاصيل كتير كده وفي الاخر ناكلها في 10 دقائق. لكن اعمل طواجن يعني اعمل طيور، اعمل حاجات كده، واعمل بقى حاجات لطيفه بوايت صوص وحاجات جريلد واعمل حاجات مشاوي، يعني ما عنديش مشكله. بتهربي من ايه؟ ما بتحبيش ايه؟ ما عنديش رفاهية ان انا اهرب منها. حتى لو بلجأ للمساعدة في الاول وفي الاخر لازم اتابع الشخص اللي بتساعدني، ففي الحالتين ما عنديش رفاهية قوي ان انا اهرب من حاجة معينة في اعمال البيت او في متابعة الولاد. صحيح صحيح يعني وده اغلب احوال الستات في مصر. هو المجتمع المصري كله هتلاقيه زيك تقريبا، يعني خلي بالك احنا برضو لسه ما وصلناش على اجابات حضراتكم، بس هنلاقي دايما ان الحته دي اعتقد ان كل الستات هتقول لك بحب الطبيخ، يعني ما حدش هيقول لك مثلا بحب مثلا اللي هو ايه. في ستات كتير جدا تحب انها تروق اكتر او انها ترتب دواليب او انها بالعكس انا عندي صديقات بحس ان الطبخ برضه فن وارت كده، هوايه جميله يعني فيها
فيها انك تدوق وانك تشم وانك تطبخ وانك ليها طرق. تلون ليها فيها, فيها ليها ارت طرق. فيها جزء من الفن كبير ليها طرق يعني انا يمكن عيلتي فيها اشكال مختلفه. عندي مثلا والدتي بتتفنن في الترتيب, بتتفنن في انها تعمل ديكوريشن وتعيد ترتيب البيت وتعيد ترتيب اكسسوار البيت وتعيد ترتيب قطع الاساس. واحنا صغيرين كنت انا واخويا دايما ندخل الاوضه نخرج نلاقي الصالون في السفره والسفره في الصالون والانتري في تغير. كنا دايما نقولها يعني عايزين ندخل الاوضه ونخرج نلاقي نفس مره البيت. فهي دايما كانت عندها اعتقد ان ده كان اكثر تفضيلا عندها مثلا من المطبخ اللي هي كانت طبعا شاطره فيه جدا. بس انا بقول لك ان التفضيلات وعندها كانت مثلا هوايه التنسيق الزهور والزراعه. تحب قوي قوي تقعد تعمل ولد للنباتات وتخلي النباتات تطلع وتنبت نباتات جديده. وكانت عندنا دايما حوض نعناع وحوض طماطم وحوض مشروم عندنا دايما الحاجات الصغيره بتاعت البيت اللي بتعمل دايما ألفة كده وحميميه لكن ما كنتش مثلا تشم في 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 مطبخ البيت عندنا كيكه البرتقال, لا دي تشمها بقى وانت طالع من عند بيت جدتي. يعني تفاصيل صغيره بتفرق من بيت لبيت. ده الدفى, ده طعم الدفى. أكيد. بس بقى في ناس بتفضل انها تهرب من انها توصل تمارين, مش لازم تبقى عمل منزلي. بتهرب انها تذاكر للولاد. تفتكر دول الستات؟ لا دول الرجاله طبعا. هي بتستدرجني, هي عايزه تسال السؤال. يعني مش حاجه. لا انا عموما والله مش القصه دي. اقول لك حاجه, انا يعني يمكن عشت فتره لوحدي بس كل الاعمال المنزليه ربما انا ما احبهاش بصراحه. عشان كنت مجبر. ده بقى اللي بقوله طبعا اللي انت مجبر عليه. والله وجهه نظر, ما احبش موضوع غسيل المواعين ده, انا بكرهه جدا جدا. مش عارفه ايه الموضوع اسمه ايه بس خلاص ده انت ما بتحبوش. غسيل المواعين ده ما بحبوش. لا لا, لكن دلوقتي احب مثلا ايه اعتني عندي بعض الحاجات الاليفه بحبها جدا. دي بجد المساحه زي ما بقول الكومفورت زون, مساحه الحب بتاعتك اللي انت تاخد راحتك فيه. بحب جدا البلكونه, بحب الروف, اعتني بيهم, اعمل فيهم شويه شغل. بحب هوايه غريبه جدا تنسيق المكتبه. انا عندي مكتبه كبيره جدا منها ما شاء الله. مكتبه كبيره. وعايز اقول لك انت لسه كنت تكلمي ان تلاقي الصالون في حته والانتري في حته. انا بعمل كده, انا بعيد ترتيب الموضوع. يعني انا مثلا عملت تاريخ مصر من اول الفراعنه الحضارات القديمه العصور الوسطى. انت عامل فيها حاجات كمان متميزه بتسجيل وصوره 2011 عصور الوسطى محمد علي كل ده بقى. بعد كده اقلبها تاني او جايب بقى التاريخ السياسي البتاع. ف بس ده غريبه قوي يعني. دايما اللي بيبقى بيتابع مكتبه او بيعمل في الكتب بيبقى حافظ, يعني بيقفل عينه كده ويبقى حافظ كتابه موجود على ايده اليمين في مش عارفه في طبعًا الترتيب ازاي طبعًا. فده مش بيبقى مرتبط عندك بشكل كده او بصوره. فعشان كده بتعيد الترتيب عشان تعيد القراءه ولا عشان تعمل ايه؟ والله عشان تعيد قراءه فعلا الكتب. يعني انت النهارده, ده سؤال ذكي جدا بحييكي عليه. انت النهارده لو عامل المكتبه بالشكل الفلاني هتقراها بالشكل الفلاني, لو عامل المكتبه بالشكل الثاني هتبص ليها من وجهه نظر ثانيه. وانا بدعوكم بصراحه, يعني دي هوايه ربما تكون غريبه انك ترتب مكتبتك كل شويه. ده شيء هيخليك تحب كتبك وهيخليك تقراها من زاويه ثانيه وهيخليك تفكر في الكنوز اللي عندك دي تستغلها ازاي. على اي حال, ايه العمل المنزلي اللي بتحب تعمله سواء راجل او ست؟ ايه العمل اللي بتهرب منه سواء راجل او ست؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على موقع فيسبوك, منتظرين اجابات حضراتكم. هنستعرضها بالتفصيل, هنحكي فيها, هنتكلم فيها, هنشوف الراجل المصري بيحب ايه وبيكره ايه, وهنشوف برضه الست المصريه بتحب ايه وتكره ايه. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر. ودلوقتي مشاهدينا قبل ما نبتدي حلقتنا خلينا نروح على طول لهالة الحملاوي ونصبح عليها ونعرف منها اخر اخبار المرور في القاهره والمحافظات. هالة صباح الفل عليك. صباح الفل يا منى. صباح الفل يا مصطفى. صباح الخير اعزائي المشاهدين. تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلونا نبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية واللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم, هناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة وغير مؤثرة إطلاقا. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء, هناك هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي
واحنا داخلين على طريق المطار ظهرت بعض الكثافات المروريه اعلى الدائري في منطقه السلام وداخل النفق للقادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي، نفس الامر المتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع في الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي للجيزه، برضو في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح بقى لشوارع الجيزة، في بعض الكثافات المرورية على محور 26 يوليو القادم من أكتوبر بتستمر حتى ميدان لبنان. ناخد بالنا أن المتجه من المهندسين لأكتوبر في تحويلة مرورية بسبب أعمال توسيعة المحور. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم هنلاقيه بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة القوات المسلحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت بعض الكثافات المرورية بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية وبعض الكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت بعض الكثافات المرورية الأخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. بتظهر بعض الكثافات المرورية على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، كثافات مرورية متحركة كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت أيضا بعض الكثافات المرورية بمحيط ميدان النهضة وصولا للإشارة اللي ما بين السرايات وشارع النيل السياحي. خلونا نروح كمان لمحافظة أسيوط واللي هنبدأ فيها جولتنا من طريقنا منفلوط اللي بيشهد كثافات نسبية متحركة. الكثافات دي هتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما توصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر مكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية في طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، طريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. تعالوا نكمل مع بعض جولتنا المرورية ونروح للإسماعيلية تحديدا ميدان أحمد جويلي، هناك بتظهر بعض الكثافات المرورية الغير مؤثرة، وبعدها هنروح شارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو الآخر سيولة مرورية كبيرة جدا. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناك هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة تبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. لو رحنا لطريق أحمد أبو زيد هناك هنلاقي سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي، هنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية هناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة. ودلوقتي عودة للزملاء مصطفى ومنا وتكملة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا يا هلا. النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، ولكن الأول خلينا نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها إرسال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وذلك بمناسبة يوم التأسيس. امبارح كمان عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي أكد فيه أهمية معالجة قضية الزيادة السكانية، وقال إنه هيكون في برامج مالية تحفيزية للسيدات اللي هيلتزموا بإنجاب طفلين فقط، وأكد كمان ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ل 172 مليار جنيه. خلينا نتابع التفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. في
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إرسال الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيتي تهنئة لكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بمناسبة يوم التأسيس. وأعرب الرئيس عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة اللي بتجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمر صحفي أكد فيه أهمية معالجة قضية الزيادة السكانية لأنها بتمثل قضية حياة أو موت، وقال إنه هيكون فيه برامج مالية تحفيزية للسيدات اللي هيلتزموا بإنجاب طفلين فقط. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة مطالبة بتوفير 1,000,000 فرصة عمل كل عام، وقال كمان إنه من الوارد استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لمدة عامين أو ثلاثة، وهو ما دفع الحكومة لدراسة سيناريوهات الأوضاع للاقتصاد العالمي. امبارح كشف دكتور مصطفى مدبولي إن مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع ل 172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، وإنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة. وقال أيضاً إن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، وإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في الربع الأول من العام المالي الحالي ل 94%. كمان امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي إنه في سبيل دعم الفلاح المصري هناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية، منها أسعار عدد من المحاصيل وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وده من خلال تحديد سعر الضمان. امبارح في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أشار دكتور مصطفى مدبولي إلى نجاح وزارة المالية في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات، ودي خطوة مهمة بتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وفي جولة المحافظات معانا النهاردة مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها تسليم مشروعات ل 151 مواطن من مستفيدي تكافل وكرامة في القليوبية، وكمان الانتهاء من أعمال توصيل خطوط مية الشرب بقرية الحجاز في الإسماعيلية. كمان امبارح أيضا في المحافظات تم الانتهاء من 3 قطاعات لمشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية. كمان تم اعتماد 14 مدرسة من هيئة ضمان الجودة في محافظة كفر الشيخ، وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من القليوبية اللي تم فيها تسليم 151 مشروع للمواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمركز شباب كفر شبين، وده بهدف خلق فرص عمل للسيدات ومحاربة البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة وتحويلهم للإنتاج من خلال إقامة مشروعات صغيرة. في بورسعيد تم الإعلان عن بدء موسم توريد محصول بنجر السكر خلال 15 مارس المقبل، وبيستمر حتى 15 مايو، وأكدت المحافظة أنه جاري التنسيق بين كل الجهات الأمنية والزراعية المختصة لبدء أعمال توريد محصول بنجر السكر. في الإسماعيلية تم الانتهاء من أعمال التوصيل لخط مياه الشرب 3 بوصة وبطول 500 متر بعزبة عبد الرحيم بقرية الحجاز، وده ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للقضاء على مشاكل ضعف المياه وتحسين خدمة مياه الشرب للمواطنين. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الأوقاف عن بدء الاختبارات الشفوية الأولية لمسابقة القرآن الكريم لأبناء المحافظة، وفعاليات المسابقة هتستمر لمدة أسبوع على مستوى جميع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية. في الغربية بيتواصل العمل في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل 54 قرية و88 تابع بمركز زفتة، ووصلت نسبة الإنجاز في مختلف القطاعات ل 85%، وتم الانتهاء من 3 قطاعات هي البريد، نقاط الشرطة والكباري، وجاري الانتهاء من قطاعات التربية والتعليم ومياه الشرب والإسعاف بنسبة تخطت 99%. في كفر الشيخ حصلت 14 مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة ل 18 مدرسة سابقة. في أسوان تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بجوار مقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة. المعرض بيستهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار مخفضة وجودة مناسبة.
في الشرقية تم الإعلان عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى أبو حماد المركزي في إجراء 7 عمليات جراحية متقدمة لتغيير مفاصل الركبة وفخذ للمرضى، وده ضمن قرارات علاج على نفقة الدولة دون تحملهم أي مبالغ مالية، بجانب إجراء 14 عملية أخرى كبرى ومتوسطة بقسم جراحة العظام بالمستشفى، ليصل إجمالي العمليات الجراحية اللي أجريت خلال أسبوع ل 21 عملية جراحية. أهلا بكم مرة تانية. خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري، معتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. في كمان النهاردة شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20، وأعلى درجة هتكون في شلاتين 26، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 17 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. وإيه هو العمل المنزلي اللي بتحب تعمله؟ وإيه هو العمل اللي بتهرب منه كراجل؟ وأيضا السؤال موجه للمرأة، أعمال كتير جدا في المنزل إحنا كرجالة بنهرب منها، وفي أعمال إحنا بنحبها. خلينا نشوف إجابات حضراتكم. محمد أبو روكا وهو توب فان لصفحتنا بيقول: ما أجمل المشاركة طبعا في المنزل، ولكن نحن معشر الرجال كفاية علينا شغلنا بره البيت. أنا عن نفسي ممكن أساعد في طبق السلطة، وحلو قوي كده، الله عليك، طبق السلطة والعصير والحاجات السوفت دي يعني. الله عليك إن أنت وضحت الله عليك دي على إيه، عشان أنا كنت لسه هقول لك ثانية واحدة. هو بيقول كفاية علينا شغلنا بره البيت، وبعدها تقول أنت طب الستات بتشتغل بره البيت وجوه البيت وأثناء البيت وفي بناء البيت وداخل البيت وأكتر من كده. كل البيت الراجل صريح يعني. علاء هارون: بس مش كفايه عليك شغل البيت، قول دي قدراتي وانا بالود والرحمه مظبط كده انا وزوجتي، هنقول دي احسن حاجه، لكن مش كفايه. لا لا مش مقتنع. شكرا لك يا محمد برد. علاء هارون بيقول: صباح الخير على احلى البرامج، احب اقعد اتفرج على التلفزيون وبهرب من غسيل الاطباق. اعتقد ده كومنت هيتفق مع ناس كتير. صحيح. حماده زكي الصياد: صباح الخير عليكم من سوهاج، انا بساعد في الطبخ لو محتاجين، ده لو عندنا فرح او عندنا عزومه. وعلى فكره انا طباخ شاطر. صباح الفل عليكم. شكرا ليك يا حماده، انا طباخ شاطر برضو ساعات يعني. دعاء امير بتقول: صباح السكر، انا بحب جدا شغل المطبخ وبجود فيه واعمال نظافه المنزل ومذاكره الاولاد، بس مش بحب خالص نشر الغسيل وتطبيقه. ده موضوع على فكره. عندك حق والله، تطبيقه ده دم لا لا يعني نشره كده، تطبيقه ده فعلا دم تقيل صح. وتصنيفه كمان ارزل. عبير ده عنده OCD زي حالاتي، ويصنفه بقى الوان مقاسات ثانيه. ايوه. عبير سالم الغريب: انا بحب كل الاعمال المنزليه الحمد لله، لكن من فتره قصيره ايدي كانت بتوجعني، الف سلامه عليكي، وكانت امي بتغسل المواعين، وبحب اصبح عليها وبحب اصبح على اختي، ربنا يحفظهم ليا. شكرا ليك يا عبير، واحلى صباح على ست والدتك، ربنا يحفظها لك يا رب. نور علي بتقول: صباح الخير على احلى برنامج، انا مع الراحه النفسيه احب اعمل كل حاجه في البيت، اما لو ما فيش راحه نفسيه ما ببقاش حابه اعمل حاجه خالص. غالبا نوره دي الاسم الحركي اللي منا انا وجهه نظري برضه نفس الكلام. صحيح. عبدو شنقلة بيقول: صباح الخير عليكم، احلى عمل منزلي بصراحه بعمله السباكه الكهرباء، غير كده ما بحبش. في رجاله متميزين جدا في القصه دي، اللي عنده هيلتي في البيت واللي عنده عده منزل واللي بيعمل اي حاجه. عندك كده فعلا ده موضوع، وعلى فكره هوايه جميله جدا، بس يعني ايه ما تتكهربوش اهم حاجه. بستغرب جدا من الجروبس بتاعت السيدات اللي دايما بيبقى عليها حوار، ودايما كده في حاجه السيدات والرجاله بيضحكوا عليها، يقول لك بيرجعوا يقولوا ان احنا زنانين، مع ان احنا بنفكرهم ان احنا طلبنا نغير لمبه المطبخ ولا لمبه الحمام. اللمبه دي اسهل حاجه، وانا قلت لك حاضر، وايه يعني مش لازم تفكريني مره كل 3 شهور. بعيدا عن الهزار يعني، انه طب ما اللمبه مش محتاجه خالص، انجزي حالك كده وخلصي، شوفي ايه اللي تعرفي تعمليه وخلصي، ما تستنيش، ما اللي تعرفي تعمليه اعمليه. صحيح.
شبانه مزروع عليك. احمد الوحش احمد السواح بيقول برنامجي المفضل صباح الخير، العمل المنزلي اللي بحب اعمله عمل الشاي والمشروبات السخنه، واللي بهرب منه حاجات كتير. انا بهرب من عمل الشاي، بحبش اعمل شاي ابدا. ليه؟ ده حاجه سهله جدا، لا ما فيهاش حاجه، لا دمه تقيل للعمل. لكن ممكن اعمل قهوه. القهوه ده اصعب، واقف قدامها واستنى افورها وابقى فيها يعني. لكن الشاي ده بتفوريها كمان؟ ايوه بس مش بفورها على البوتاجاز يعني، قصدي كده شويه وتنزلي عشان تبقى هاديه. شبانه مزروع صباح الخير عليكم، اللي بحب اعمله بعض الطبخ، بحب ترتيب مقتنياتي، بحب ترتيب مقتنياتي دي جمله على فكره فيها تفاصيل كتير جدا، بحب ترتيب حاجاتي الخاصه بيا وبهرب من حاجات كتير قوي في البيت. شكرا ليك يا استاذ شبان. شوف بقى ام بوزي بتقول لك بحب اعمل محشي كرنب. الله عليك. وبحب اخرط الملوخيه لدرجه اني كنت اخد مسكن واشرب شاي وقهوه علشان اعمل فاصل ما بين المحشي الكرنب والملوخيه. أو ده مثلا احنا كلنا بنحييك يا مو، ده المزاج، اعتقد بقى ده دي النقطه الحلوه يعني. في سيدات كمان بقى بيتفننوا في انهم يعملوا المحشي صغير خالص وتتلف الحاجه في الطاجن او في الطاسه او في الحله وورده لا انا مش بحب المحشي فيونكا والورده، مش بيعملوا الطماطمايه كده لغايه لما تبقى زي الورده كده. ده ناس بتعمل ده جارنش، ده مش محشي، دي قصه، ده طريقه تقديم. ايوه ده طريقه تقديم. لكن المحشي اللي بيتلف ده بقى هو محشي البصل، ده موضوع تاني، دي قصه مختلفه. على اي حال احنا يعني مستمتعين جدا بتعليقات حضراتكم، تابعونا كده قولوا لنا بتحبوا تعملوا ايه، بتهربوا من ايه. النقاش المجتمعي في الموضوع ده يعني بيخلينا نشوف اكتر الحاجات اللي بيحبها الرجاله في بيوتهم واكتر الحاجات اللي بيكرهوها، وكذلك الستات ايضا. خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا الصباح الخير. دلوقتي مشاهدينا خلينا نشوف اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده، بالاضافه كمان لاهم الماتشات اللي هتتلعب في ابطال افريقيا وفي الدوري الاوروبي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم فتح باب التقدم لمسابقة 30,000 معلم 2023 إلكترونياً عبر بوابة الوظائف الحكومية، وده بعد التنسيق بين وزارة التعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعاقد مع 30,000 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى الأول والثاني والثالث للعام الدراسي 2023-2024 بجميع محافظات الجمهورية. النهارده هتسافر بعثة نادي الزمالك لتونس الساعة 10 الصبح على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الترجي والمقرر ليها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهارده مع 8 مباريات قوية في إطار لقاء إياب ملحق الدور الـ 16 للدوري الأوروبي، من أهمها مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع برشلونة الإسباني الساعة 10 بالليل، ومباراة ميدلاند الدنماركي المحترف ضمن صفوف النجم المصري إمام عاشور مع سبورتينج لشبونة البرتغالي الساعة 8:15. وفي نفس التوقيت هيلتقي نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوف النجم المصري مصطفى محمد مع يوفنتوس الإيطالي. اهلا بكم مره تانية وجوله مفصله في احوال الطقس النهارده. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون بارد الصبح بدري معتدل بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، ومائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، شديد البروده على شمال الصعيد ووسط سيناء، في فرص امطار خفيفه على مناطق من السواحل الشماليه على فترات متقطعه. في كمان النهارده شبوره مائيه الصبح هتكون كثيفه احيانا على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الجو النهارده من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الخير، ايه اخبار الطقس النهارده؟
صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا طبعا الحمد لله اليوم مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية وتحسن درجات الحرارة بشكل كبير، خاصة فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية. في امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، لكن الأجواء مستقرة بشكل كبير على أغلب المحافظات، وبنحس بالأجواء المعتدلة فترة النهار على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، أجواء مائلة للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، أجواء دافية على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار. العظمى على القاهرة الكبرى متوقع اليوم تكون 20 درجة مئوية فترة النهار. خلينا نقول كمان ان احنا لو موجودين تحت اشعة الشمس بنحس اكتر بالدفء والاستقرار. خلال فترات الليل مع غياب اشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ اكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، رغم ان في تحسن في درجات الحرارة خلال فترة الليل، لان احنا خلال فترات الليل بنسجل صغرى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لكن لسه بنحس بالاجواء باردة الى شديدة البرودة على اغلب محافظات الجمهورية. الصقيع بيتكون على وجوده في وسط سيناء نتيجة انخفاض درجات الحرارة فترة الليل أقل من 5 درجات. دايما مع الاستقرار في الأحوال الجوية الظاهرة بشكل كبير هو تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق السريعة قريبة من المسطحات السريعة، وبتأدي لي الرؤية الأفقية. كثافة الشبورة المائية دايما بتختلف من مكان لمكان وكمان من يوم ليوم، فمهم جدا دايما كثافة الشبورة المائية موجودة فين. بالإضافة كمان أن اليوم متوقع يكون فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية والمحافظات على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، لكن كلها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. ممكن كمان نلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا، بصفة عامة الأجواء مستقرة على كافة المحافظات، وده اللي متوقع إن شاء الله يستمر معانا إلى يوم السبت القادم. لكن نخلي بالنا من كثافة الشبورة المائية غدا لأنها تكون كثيفة أحيانا فهتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، فهنا هننصح كل قائدي مركبات مسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر تحديدا اللي هي من الساعة 4 الفجر لحد الساعة 7-8 صباحا، لازم تكون القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات. متوقع إن شاء الله اعتبارا يوم الحد الجاي يكون ارتفاع في درجات الحرارة هيكون ملحوظ أكتر يوم الاثنين والثلاث، يعني احنا بنقول الارتفاع ده هيكون تدريجي بحوالي من 3 لـ5 درجات. العظمى على القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء القادم هتوصل 26 درجة مئوية، فاحنا هيكون في مزيد من الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، لكن عاوزين نحذر كل السادة المشاهدين من بلاش تخفيف الملابس خلال الفترة دي، لازم نحافظ على ارتداء ملابس شتوية فترة النهار وفترات الليل بالفعل، لأن ممكن تغيير نوعية الملابس يصيبنا بنزلات البرد، خصوصا إن احنا الفترة دي تحديدا هيكون فترة تقلبات جوية في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض. صحيح. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الإرصاد الجوية. تعالوا دلوقتي أعزائنا المشاهدين نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12، أما في العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11. في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12، في العلمين الجديدة درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى هتكون 13. أما في مطروح فدرجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13، وفي دمياط درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11. في بورسعيد درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى هتكون 13، أما في الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى هتكون 10. نروح لمحافظة السويس، درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى هتكون 11، أما في العريش فدرجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11. في كاترين العظمى 17 والصغرى 3، وفي طابة العظمى 20 والصغرى هتكون 13. في حلايب العظمى 24 والصغرى 17، وفي شلاتين درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى هتكون 16. أما في شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16، وفي الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى هتكون 13. نروح للفيوم، درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 9، أما في بني سويف درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 9.
في الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 9، وفي أسيوط درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 7، في سوهاج درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8، أما في قنا درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10، في الأقصر درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 9، وفي أسوان درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15. ودلوقتي عودة للزملاء مصطفى ومنة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. في جامعة سوهاج تم إطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين. المؤتمر ده بيشارك فيه 318 باحث من 36 جامعة مصرية وعربية وإفريقية من مختلف الدول. كان من المقرر أنه يتم نشر 120 بحث مشارك في المؤتمر في مجلة شباب الباحثين، والمؤتمر بيكون فرصة مهمة عشان يحصل فيه تبادل للخبرات والناس تتعرف على أهم الأبحاث العلمية. معانا على التليفون الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، نتعرف منه على كافة التفاصيل. دكتور صباح الخير على حضرتك وأهلا وسهلا بيك. صباح الخيرات على حضرتك، والحمد لله ما من الله علينا بعقد هذا المؤتمر بالامس، من علينا اليوم بوجود الاستاذه منى معانا والاستاذ مصطفى اللي اسمه على اسمه. اهلا اهلا بحضرتك. انا بشكركم جدا على هذه المداخله، ومن خلالكم بصبح على كل الشعب المصري سواء اهلا اهلا يا دكتور في الجمهوريه الجديده او خارج الحدود من خلال الفضائيه. خلينا يعني نوضح ما يشتمل عليه مؤتمر شباب الباحثين من فعاليات وانشطه بعد انطلاقه بشكل رسمي. بتعملوا ايه؟ ايه هو الهدف؟ هنخرج بإيه من هذا المؤتمر؟ يعني حضرتك بتسأل سؤال هادف جدا وسؤال موضوعي جدا في هذا الأمر. مؤتمر شباب الباحثين يمكن ده المؤتمر المحلي الثامن، لكن خد الصفة الدولية بقاله ثالث مؤتمر. إذا هو أصبح نقطة واضحة في خريطة الأنشطة لجامعة سوهاج، الأنشطة البحثية والأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع نعقده سنويا. هذا العام كما حضرتك يعني ذكرت في 318 مشارك من شباب الباحثين، في 176 بحث معلق في رادهات المؤتمر، في 51 بحث ألقي بالأمس، في 61 مستمع ملهوش بحث ولكن جاي مستمع عشان يكتسب الخبرات، في 5 دول عربية شاركت، ليبيا والسعودية وفلسطين واليمن والسودان، في دولة أفريقية نيجيريا، في دولة أوروبية بريطانيا، في العالم المصري الجليل فاروق الباز من امريكا شارك عبر تقنيه الفيديو كونفرنس. الحقيقه هذا المؤتمر بيدي فرصه لابنائنا من شباب الباحثين في جامعه سوهاج لتبادل الخبرات البحثيه على مستوى كل الجامعات المشاركه دي، هم بيكتسبوا منهم وبيكسبوهم، وبالتالي بيخش تحت المسمى اللي احنا دايما بنسميه ايه؟ هوم ديليفري اوف ساينس، يعني كاني بجيب ديليفري العلوم بجيبها في مكاني، بدل ما اسيب شباب الباحثين دول صغيرين واحيانا بيبقى عندهم عوائق ماليه وعوائق شغل في مجتمع الجامعه ما يقدروش يسافروا لبعيد عشان يشوفوا المؤتمرات دي ويكتشفوها، بنجيب لهم هذه الكوهورت من الباحثين العالميين عشان يشتغلوا معاهم المؤتمر داخل ارض جامعه سوهاج ويبقى فيه تبادل خبرات. الجديد هذا العام ايضا انه على هامش المؤتمر مجموعه من الاعداميين الاشهر في مصر قدموا ندوه تثقيفيه لابنائنا من شباب الباحثين وحتى شباب جامعه سوهاج حتى الطلاب على كيفية دور الإعلام في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي. مشاركة مجموعة كبيرة من الإعلاميين بالأمس، إدارة حسام الدين حسين الزميل العزيز وتواجد الدكتور مسلم يعني رئيس مجلس إدارة الوطن، بالإضافة لطبعا كتير الزميل سامي عبد الراضي مدير التحرير بجزيرة الوطن. يعني إحنا بنتكلم في ناس كبيرة جدا ومنصة ثقيلة جدا اتكلمت عن دور الإعلام وإزاي بتقدر تدعم مختلف الأنشطة اللي بتقوم بيها الجامعات. لكن لو جينا اتكلمنا بقى عن محاور للمؤتمر مختلفة ومتعددة، محور للعلوم السياسية، محور للعلوم الطبية، محور للعلوم الإنسانية، محور للعلوم الهندسية، وكل محور من دول في ندوة كبيرة. التنوع الكبير ده إزاي يفيد؟ هاخد من طرف الخبر اللي حضرتك نشرتيه قبل المداخلة، تقرير عن دولة رئيس الوزراء وما حدث بالأمس في المؤتمر الصحفي من توجيه للاهتمام بأشياء معينة. لو اتكلمنا عن العلوم الأساسية كان بيتكلم عن المحاصيل الاستراتيجية في المؤتمر، ناقشنا العديد من الأبحاث بكيفية قيام كلية الزراعة في الجامعة بتطوير هذه المحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة والشعير اللي بتمثل بالنسبة لنا محاصيل أمن قومي. أيضا
في العلوم الإنسانية دولة رئيس الوزراء اتكلم عن المشكلة السكرية. كثير من الأبحاث بالأمس عرضت من قسمي الاجتماع والإعلام بكلية الآداب حول كيفية وضع حلول ناجعة للمشكلة السكانية في مصرنا بصفة عامة وفي محافظة سوهاج بصفة خاصة اللي هي واحدة من المحافظات عالية الكثافة السكانية. فده تطبيق مباشر للكلام اللي حضرتك بتتكلمي بتسألي عنه. أيضا كان هناك عرض لمشاريع بحثية من موهوبين ومبتكرين في المرحلة قبل الجامعية، دول احتضناهم داخل مركز دعم ورعايه المبتكرين والموهوبين داخل الجامعه اللي وجه بانشائه مع الوزير الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور، واللي خليني من خلالكم اوجه له شكر عميق جدا لان هذا المؤتمر نفذ تحت رعايه معالي الوزير وقدم لنا دعم كبير قوي عشان نقدر نصل الى تنفيذ هذا المؤتمر. وجود هذا المؤتمر في صعيد مصر اللي ربما كان بيفتقد بشده حاله النقاش دي بالشكل ده بالمستوى ده بالاسماء دي بالمحاور دي، كلمني عن ردود الافعال. يا استاذ مصطفى، لقد كان الصعيد مهمشا في العقود الماضيه، لكن في هذه الثمان سنوات الاخيره اصبح صعيدا سعيدا. لم تكن هناك هذه اللغه في الماضي، لكن في هذا الوقت اصبحت هذه اللغه لغه عاديه على ارض جامعه سوهاج، نتحدثها ونتكلمها وننشر فيها البحوث. وما كان في الخامس من يناير الماضي من زيارة فخامة الرئيس السيسي وافتتاحه للمستشفى الجامعي على أرض محافظة سوهاج اللي بيحلو لي أن نسميها هدية فخامة الرئيس لكل شعب جنوب الصعيد، المشروعات القومية اللي بتنفذ على أرض محافظة سوهاج في 181 قرية بكلفة إجمالية تعدت 46 مليار جنيه. لا يا فندم، إحنا في عالم تاني دلوقتي مختلف تماما عن لغة الماضي. أكيد دكتور، لما نيجي نقول إن اللجنة المنظمة للمؤتمر كلها كانت من جامعة سوهاج وبالذات من أسرة طلابية، فكرة إن تواجد الطلاب والثقة فيهم إنهم يعملوا مؤتمر الدولي الثالث والمؤتمر الثامن للجامعة. إحنا لدينا أسر طلابية متميزة وعلى أعلى مستوى من الأداء، ومش أول سنة ينظموا هذا المؤتمر، نظموا هذا المؤتمر سنوات عديدة سابقة. يمكن إحنا بنركز قوي على طلاب الفرقة الرابعة اللي هي الفرقة الختامية، وبنحط معاهم طلاب الفرقة الثالثة والثانية والأولى عشان يكتسبوا الخبرات منهم، عشان لما يجي عليهم الدور السنة الجاية يقدروا يحملوا غاية من بعد زمايلهم اللي هم كل سنة بينظموا هذا المؤتمر، وبالحقيقة بنجاح عادي جدا لاقى إعجاب وشكر جميع الضيوف المتواجدين على أرض جامعة سوهاج. كل مؤتمر بيبقى ليه يعني زي ما بيقولوا كده مخرجات المؤتمر بتتمثل في حاجة اسمها توصيات، إزاي هيتم ده؟ وإزاي هيتم مناقشته بشكل عام على وسائل الإعلام؟ إزاي هيتم تناوله؟ وخصوصا إن في عدد من المحاور كل محور فيهم يعني تقيل جدا زي ما سمعنا. جامعة الوحدة. نعم. يا فندم، في الجلسة الختامية بنضع التوصيات اللي خرجت من كل محور على حدة وبنسردهم في جلسة الختام بنسميها كلوزنج سيريموني مع التوصيات، وهذه التوصيات بنضعها لتطوير خطة البحث العلمي في جامعة سوهاج للعام القادم، علشان نقول دي اللي جات من مؤتمر شباب الباحثين واحنا هنعدل خطتنا. صحيح خطتنا خطة خمسية، ولكن لا مانع ان احنا كل سنة نعدلها في ضوء معطيات كثيرة ندخلها في الخطة ونعمل أنشطة جديدة او نضيف أنشطة جديدة على الموجودة في الخطة الخمسية لجامعة سوهاج. أكيد. طيب احنا نقدر نقول ان النتائج اللي وصلنا لها من خلال المؤتمر لغاية دلوقتي، الحقيقه يعني احنا لو مسكناهم يعني محور بنتكلم عن محور العلوم الاساسيه، الحقيقه ده بنعتبره قاطره التنميه لكل مجتمع الصعيد. العلوم الاساسيه دايما هي قاطره التنميه ومن اساتذه العلوم الاساسيه، اساتذه متميزين فازوا بجوائز يعني محليه وعالميه، وعشان كده في العلوم الاساسيه قلنا من ضمن التوصيات اللي حطيناها زياده استقطاب المجموعات البحثيه المموله من جهات التمويل لكي تضيف لمؤسسة الجامعة العديد من الأجهزة من خلال هذا التمويل والعديد من الأنشطة التي تطبق في خدمة المجتمع المحيط. في العلوم التطبيقية دعم دور الجامعات المستشفيات الجامعية وكلية الصيدلة الأقسام الإكلينيكية وكلية التمريض، هم دول الثلاث كليات المعنيين بالعلوم التطبيقية في إخراج يعني أبحاث تطبيقية مهتمة بمشكلات المجتمع السوهاجي بصفة خاصة ومن بعد مجتمع جنوب الصعيد.
في العلوم الهندسيه يمكن اتكلمت على المشروعات البحثيه اللي اتقدمت في المؤتمر امبارح. من ضمن التوصيات اللي قلناها ان البروتوتايبس اللي وصلوها ابنائنا التعليم قبل الجامعي سنحتضنها في وادي التكنولوجيا داخل مؤسسه الجامعه عشان نقدم منها نموذج قابل للتطبيق الاقتصادي داخل المجتمع. ان شاء الله. كل الشكر ليك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعه سوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك يا دكتور. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زميلتنا هالة الحملاوي. هالة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس السعودي، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. كما أعرب الرئيس عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت طائره نقل عسكريتان محملتان بكميات كبيره من المستلزمات الطبيه وسفينه امداد محمله بالمواد الغذائيه ومهمات اغاثيه الى تركيا. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا واصفا إياها بأنها إهانة للضمير الجماعي. وخلال افتتاح الجمعية العامة للمنظمة الأممية قال غوتيريش إن الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا تشكل محطة قاتمة للشعب الأوكراني وللمجتمع الدولي، مشددا على أن العواقب المحتملة لتصعيد النزاع تشكل خطرا جليا وقائما. انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود أي مؤشر على أن موسكو تعتزم استخدام السلاح النووي. وخلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام خلال زيارته لبولندا قال الرئيس الأمريكي إن قرار موسكو لا يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدام أسلحة نووية أو أي شيء من هذا القبيل. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل إعطاء اهتمام متزايد لتعزيز قواتها النووية وستبدأ عمليات تسليم جماعية لصواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر. وفي خطاب بمناسبة عطلة المدافع عن الوطن قال بوتين إن روسيا ستواصل تجهيز قواتها المسلحة بمعدات متطورة، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام، وهذا سلاح قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة. وأضاف بوتين ستواصل روسيا الإنتاج الضخم لأنظمة كينزال الجوية الفرط صوتية، وستبدأ توفير إمدادات ضخمة من صواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر. أعلن البرلمان المجري أنه سيصوت في مطلع مارس المقبل على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو. وقال البرلمان المجري على موقعه على الإنترنت إن أعضاءه سيناقشون الأسبوع المقبل مسألة انضمام الدولتين للتحالف، على أن تحسم هذه المسألة في عمليتي تصويت منفصلتين ستجريان بين 6 و 9 مارس. كانت برلمانات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي قد صادقت على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف الغربي باستثناء تركيا والمجر.
أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالاً بقوة 7.2 من عشرة درجة هز طاجكستان صباح اليوم. وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومتراً عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين، وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ الصيني. اختتمت مرحلة الذهاب من دور 16 لدوري أبطال أوروبا بعد تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع لايبزيغ الألماني بهدف لكل منهما على استاد ريد بول أرينا. ومن المقرر أن تتحدد هوية الفريق المتأهل حين يلتقي لايبزيغ في 14 من مارس المقبل في ضيافة مان سيتي باستاد الاتحاد بمدينة مانشستر. وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها حقق إنتر ميلان فوزا قاتلا بهدف دون رد على بورتو البرتغالي. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح الخير لكم مره تانية. وسؤالنا النهارده اللي موجود على صفحتنا على موقع فيسبوك، ايه هو الشيء اللي بتحب تعمله في البيت، وهو ايه هو ايضا الشيء اللي بتهرب منه؟ طبعا تباين الاجابات ما بين الازواج والزوجات، الرجال والنساء، هو مخلي الموضوع حيوي وفي تفاعل كبير من حضراتكم. عماد حسن، صباح الخير عليكم. الزوجة عمود من أعمدة البيت والمشاركة مطلوبة، وأنا بساعدها في كل حاجة طول ما أنا موجود في البيت وبحب أعمل السلطة. السلام عليك، رايق يا عم عماد والله. على فكرة ده الكومنت الكامل بيقول إنه بيحب يعمل السلطة. تقريبا الرجالة بتبرع في السلطة السلايد دي، ولا أقل خسائر في المطبخ بتكون في السلطة؟ ما هو الراجل مش هيعرف طبعا يطبخ زي الست. لا مش قصدي، قصدي ان هو ممكن يكون بيحتاج اطباق كتير، ممكن يحتاج يعني اماكن كتير، فممكن يكون يعني مش بيرتب حواليه كتير، فالست عايزاه يشارك فبتخليه يعمل اقل. والعصير يضرب الخضار بس. العصير ده خطر جدا، مش عايز. خطر جدا العصير ده، ممكن يقطع الفاكهه على الرخامه فالرخامه تبقى مش حاجه مزبوطة. جميله. انا بحب اعمل الاثنين دول، يسيب الغطا مفتوح وتلاقي الدنيا. لا 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 لا، العصير دي اساسيات، دي حاجه ريسكي جدا، دي اساسيات. طيب صلاح الصاوي بيقول انا بنفذ التعليمات حرفيا، لما بتقول لي زوجتي مش عايزه حد يقرب مني وانا في المطبخ، مفيش اجمل من انك تكون مطيع. ومليون تحيه. شكرا شكرا ليك يا استاذ صلاح، شكرا ليك. شوف بقى، شوف تحيه لمنك جدعه. سيبك من شكرا ليك يا استاذ صلاح. بيقول تحيه لمصطفى وفن الطبخ. انا مش عارف انا ما... انت قلت انك بتحب تطبخ كده يعني على خفيف. هو مبسوط من شنطه العده كمان. محمود معوض، احب اعمل اكل صحي وبحب شرب الميه والشاي والقهوه ورؤيه بعض الاصدقاء والاطفال، وبحب الجلوس في هدوء. طيب عصام صالح بيقول الله يرحمها زوجتي علمتني حاجات كتير بعملها دلوقتي زي الطبخ وترتيب الشقة والغسيل، وأولادي طبعا بيساعدوني الحمد لله، ربنا يرحمها رحمة واسعة، وإن شاء الله دايما ييسر عليك أنك تعرف تعمل كل حاجتك في البيت يا أستاذ عصام. كن في عونك يا أستاذ عصام. عمرو أبو تغريد، برغم عمل اليوم الشاق ولكن بعد رجوع البيت مش بهرب من أي حاجة، الحمد لله بساعد زوجتي كتير في الشقة، ربنا يحفظ زوجتي وبناتي وربنا يبارك فيهم جميعا. عاش يا أستاذ عمرو، عاش. سيد الزمر بيقول صباح الخير أنا بحب المطبخ. نرمين هاشم، صباح الخير، أنا بحب أعمل أي حاجة إلا غسيل المواعين. معقد قوي للدرجة دي؟ لا، غسيل المواعين ليه ناسه يعني، هو برضو إيه منطقة كده مش أي حد يحبها يعني. طيب خلينا نتحول لفقرة تانية بقى ونشوف ونتابع مع بعض المتحف المصري اللي موجود في التحرير. احنا عارفين ان هو واحد من اهم الوجهات السياحية على مستوى العالم كله، وعشان كده كان في عمليات تطوير للمتحف كلها ماشية بشكل سلس ودوري لغاية ما انتهت المرحلة الاولى من تطوير المتحف المصري. صحيح، وهذه المرحلة ربما
تمت بالتعاون ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين الجانب المصري ممثلا في المتحف المصري الكبير، وده بيأكد على اهتمام الدولة المصرية بالحضارة وبالسياحة وبالعمل على جذب السائحين والعاشقين والمتيمين بالحضارة المصرية القديمة. الجولات والزيارات السياحية والأثرية اللي بتعرف العالم بالتاريخ المصري القديم والحضارة المصرية لا تخلو من زيارة المتحف المصري بالتحرير، أحد أقدم وأكبر وأشهر وأعرق المتاحف العالمية، وهيفضل من أهم المتاحف المصرية اللي بتهتم بيه الدولة بشكل مستمر، بدليل أننا بنشهد معاكم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير المتحف المصري بالتحرير. والحقيقة مرحلة التطوير مليانة بالتفاصيل والمفاجآت الحلوة، تعالوا أقول لكم إيه اللي حصل في عملية التطوير الأولى للمتحف المصري بالتحرير. هنا داخل أكبر وأعرق وأشهر المتاحف العالمية، المتحف المصري بالتحرير الذي احتفل بانتهاء المرحلة الأولى للتطوير التي تمت بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتتواكب مع أهم المتاحف المصرية، والذي جاء بتعاون كبير بين المتحف والاتحاد الأوروبي بمشاركة 5 متاحف أوروبية كبرى. كانت هناك بعض التحديات والاحتياجات الخاصة المطلوبة لعملية التطوير داخل المتحف المصري بالتحرير. تمت عملية التطوير بالتعاون بين المتحف المصري بالتحرير و5 متاحف أخرى. تميزت فكرة التطوير برسم شكل للعرض المتحفي والتطوير المنشود. المتحف المصري بالتحرير حقق التطور المنشود منذ بداية افتتاحه عام 1902، وكان المنهج اللي صارت عليه بقية المتاحف. الهدف الأساسي من التعاون والتطوير بين ال5 متاحف الأوروبية والمتحف المصري بالتحرير هو وضع استراتيجيات التطوير المتاحة، سواء في المبنى أو طريقة العرض الخاصة بالتماثيل أو كل ما له علاقة بالتطوير. المرحلة الأولى من التطوير شملت 15 قاعة بها عدد كبير من آثار ما قبل الأسرات وقاعات الدولة القديمة والآثار اليونانية الرومانية والعصر المتأخر، بالإضافة لقاعات كنوز تنيس. الحقيقة اللي حضراتكم شايفينه النهاردة ده دليل قوي على استمرار المتحف المصري بقوة، والناحية الثانية هي إعادة عرض لأول مرة لبردية طولها 16 متر لم يتم العثور على مثيل لها من 120 سنة، يعني بتكلم 120 سنة لم يتم العثور على بردية بهذا الحجم، وكون إنها تيجي المتحف المصري ده معناه أن المتحف المصري في عقل ووجدان المجلس الأعلى للآثار، وده دليل على أن احنا مستمرين في فتح المتحف المصري أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم. التطوير الأول حصل في قاعة توت عنخ آمون، أن هي كانت معروضة في القاعة، وبعدين تم نقل محتويات القاعة للقاعة المجاورة لينا، وتم عرض كنوز تانيس على قاعتين. هي في البداية ما كانتش معروضة كاملة، وهي دي كانت المفاجأة، أن المفروض أن احنا الكنوز تعرض لأول مرة للملك بوسطنيس في قاعة كاملة، وهي بتضاهي كنوز الملك توت عنخ آمون من حيث المحتويات والمقابر والأساس الجنازي. بعد كده بقيت المجموعات اتقسمت على قاعات تانية خاصة بالملوك والقادة في قاعة المجاورة لنا، فأصبحت أثار تانيس على قاعتين وممرات كمان فيها بعض الأثار الثقيلة. أما هذه البردية التي كتب عليها كتاب الموتى تعرض لأول مرة بالمتحف، وهي أول بردية تكتشف بأياد مصرية منذ أكثر من 100 عام بمنطقة سقارة. تسمى بردية وزيري وان. البردية دي شخص يدعى أحمس، بيرجع للفترة نهاية العصر المتأخر مع بداية الفترة البطلمية، يعني بنتكلم على 2300 سنة عمر تقريبا. اسمه ذكر هنا في البردية 260 مرة. البردية دي فيها 113 فصل من فصول كتاب الموتى. عشان أبسط نقطة، يعني إيه كتاب الموتى؟ هي عبارة عن بعض النصوص جنائزية تفيد المتوفى في رحلته إلى العالم الآخر، يتجنب الأهوال وتساعده إلى آخره. متقسمة لأربع مراحل: وفاة، نزول المقبرة، ثم الاندماج مع رع، ثم المحاكمة، ثم يبعث مرة تانية. في 113 فصل من فصول كتاب الموتى. تطوير هام يؤكد أن المتحف سيظل من أهم المتاحف المصرية، في رسالة قوية بأن المتحف المصري بالتحرير لن يموت. خلينا نروح سريعا لزميلتنا هلا الحملاوي ونعرف منها إيه هي أهم وآخر أخبار الرياضة. صباح الخير يا هلا. صباح الخير يا مصطفى، بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.
أجمل بداية وأجمل حكاية بمشيئة الرحمن. أنت أقوى من رمسيس، أنت أقوى من نمرتيتي. أخيرا ابتسم لك الحظ يا ميسي. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. أهلا بكم مرة تانية. خسر منتخب مصر للشباب من منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة على استاد القاهرة الدولي. وبعد انتهاء المباراة صرح محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ان سبب خسارة المباراة هي اهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف. كان في فرصتين في الشوط الثاني وهجمة ضاعت بشكل غريب على حد قوله. استقر البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك على ضم الصفقات الجديدة للفريق علشان يستعد لمواجهة الترجي التونسي، واللعيبة هم المغربي أحمد بالحاج وناصر منسي ومحمود شبانة. تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أشاد بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل مباراة الفرقتين اللي هتتلعب النهاردة على ملعب أولد ترافورد في لقاء العودة من ملحق دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي. وقال تشافي في المؤتمر الصحفي إن دي أفضل نسخة لفريق مانشستر يونايتد من سنوات، وده نتاج عمل المدرب تنهاج. الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اتكلم عن مواجهة فريقه الحاسمة ضد برشلونة، وقال ان دي ان أنتوني جاهز لمواجهة برشلونة، اما مارسيل لسه مش دلوقتي هيكون جاهز، وان احنا لازم نلعب بافضل شكل ممكن علشان نضمن التأهل ونحقق الفوز. اتعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريق لايبزيج الألماني بنتيجة 1-1 في اللقاء اللي جمع الفرقتين على ملعب ريد بول أرينا ضمن منافسات الذهاب لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وحقق فريق انتر ميلان الإيطالي فوز صعب على بورتو البرتغالي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الذهاب لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. خلصت لسه عندنا أخبار وعندنا تحليلات وعندنا قراءة طبعا في الأحداث الرياضية والكروية داخل وخارج مصر، واللي هنتعرف عليها دلوقتي من الناقد الرياضي محمد مهدي اللي موجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا محمد، أهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل المشاهدين الكرام. صباح الخير. في البداية خلينا نقف عند مباراة المنتخب المصري للشباب مع نيجيريا. إزاي شفت المباراة وإيه الأخطاء والثغرات اللي موجودة في صفوف منتخبنا؟ بص يعني هو المستوى طبعا حزين بشكل عام، يعني ماتشين لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا للشباب، بنتعادل أول مباراة في المباراة الافتتاحية مع موزمبيق ونخسر المباراة الثانية أمام نيجيريا، فبالتالي بيصعب مهمة منتخب مصر في الوصول للدور التالي وبالتالي التأهل إلى نهائيات كأس العالم. عندنا ماتش يوم السبت مهم جدا مع السنغال، لا بديل عن الفوز لحجز أحد المقاعد، يعني لأنه البطولة 12 منتخب في خلاص الأول والثاني من ثلاث مجموعات، الأول والثاني من كل مجموعة هيصعدوا للدور الثالث وهياخدوا أحسن ثواني أحسن ثوالث من الثلاث مجموعات، فبالتالي إنك ما قدمكيش فرصة غير إنك تكسب السنغال يوم السبت، يبقى عندك فرصة عندك أربع نقاط تتأهلي بيهم إلى الدور الثالث. أي نتيجة مع السنغال غير المكسب هيصعب مهمة منتخب مصر في الوصول إلى الدور التالي، فبالتالي إنه خلاص هو يعني في انتقادات كثيرة جدا لمنتخب مصر من امبارح للعيبة وللجهاز الفني والاتحاد الكورة، ولكن هي كرة القدم كده يعني باقي لك فرصة، فلازم نهدى شوية لحد ماتش يوم السبت، وبعد يوم السبت إن شاء الله لو ربنا كرم وصعدنا إلى الدور الثالث يبقى عندنا فرصة كبيرة جدا إن احنا نوصل لنهاية كأس العالم. لا قدر الله حصل أي نتيجة عكسية فبالتالي نرجع نستعيد تاني
حساباتنا ونفكر من اول وجديد. دي القصه بتاعت منتخب الشباب، العناصر كويسه جدا بيلعبوا في اهلي وزمالك وانبي وطلائع الجيش، فبالتالي انه لا عناصر مميزه بشكل كبير. عندنا طبعا فقدنا صلاح باشا مهاجم محترف في ايطاليا اصابه قبل البطوله. العناصر حتى الموجوده في المنتخب كعناصر فرديه لا مميزه جدا، واحنا شفنا حتى الانتقالات اللي فاتت شفنا صراع بين الاهلي والزمالك على ضم لعيبه منتخب الشباب. يوسف حسن انضم للزمالك وشفنا رشدان والدبيس انضموا للنادي الاهلي، عمر فايد المدافع في صراع مع النادي الاهلي يضموا من المقاولين العرب، فبالتالي عندنا عناصر مميزه جدا من لعيبه الشباب، ولكن عندنا ازمه فنيه في اداره اللعيبه داخل الملعب، اللعب الجماعي اكثر، بنضيع فرص كثيره جدا. قد يكون ده سببه انه كابتن محمود جابر ليه فتره كبيره جدا المدير الفني مع المنتخب، بيتكلم سنتين او سنتين ونص على راس القياده الفنيه للمنتخب، ولكن الفتره السنيه بتاعت الشباب دول الاقل من 20 سنه كابتن محمود جابر مدرب كويس كل حاجه، ولكن يعني بتتكلمي في 62 سنه، فبالتالي انه حتى في فرق كبير جدا بينه وبين اللعيبه اللي بيدربها. ممكن يكون انه الفكر مش واصل للشباب بشكل كبير جدا، ولكن انه فنيا المنتخب كاداء فردي ممتاز جدا، ولكن على المستوى الجماعي ما شفناش اي جمل تكتيكيه. طيب يعني اسمح لي استاذ محمد، على كلام المدرب، هل المنتخب المصري للشباب كان فعلا عنده فرص حقيقيه في المباراه وانه اهدرها، وايه الحلول اللي يعني اللي ممكن يمتلكها المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب عشان يضمن التاهل في الوقت الحالي، بما ان احنا بنتكلم على المباراه المنتظره يوم السبت ان شاء الله؟ بص كان عندنا حلول في مباراه امبارح، ضيعنا فرص كتير، وفي المباراه الافتتاحيه مع موزمبيق برضه هدرنا فرص كتير، فبالتالي احنا عندنا ازمه في تسجيل الاهداف، احنا لم نسجل اي هدف حتى الان، تعادلنا 0-0 مع موزمبيق واتغلبنا 1-0 من نيجيريا، فبالتالي لا عندنا ازمه في تسجيل الاهداف. ده محتاج شغل اكتر من المدرب، ان المهاجمين يركزوا شويه، انه المدرب يلعب بشكل هجومي اكتر من 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 الماتشين اللي فاتوا، فبالتالي بنقدم حلول في المباراه، ولكن بنوصل عند الجون ما بنعرفش نسجل الاهداف. دي مشكله كبيره المنتخب مصر للشباب، لازم خلال يعني الساعات القادمه يبقى الجهد للكابتن محمود جابر مع اللعيبه اللي موجوده ان ازاي نسجل الاهداف. بس عايز اقول لحضرتك انه الحاله المحيطه بمنتخب الشباب مع كم الانتقادات الجماهيريه، مع كمان عايز اقول لحضرتك انه اتحاد الكوره نفسه امبارح طلع بعد المباراه بيهاجم مدير المنتخب مدرب المنتخب، فبالتالي الحاله دي كلها لن تسفر عن اي شيء يعني. الاصح في بتتكلمي في الخميس من السبت بتتكلمي في 48 ساعه، محتاجين بعض الهدوء شويه، الناس تلم بعضها، الجهاز الفني يقدر يسيطر على غرفه الملابس ويقدر ان هو يشتغل فنيا مع اللعيبه، لانه خلاص هو ما عادش في وقت اصلا للامور الفنيه، والموضوع محتاج انه التركيز اكثر في المباراه القادمه، محتاج انه المهاجمين يبقوا اكثر جراءه وشجاعه في تسجيل الاهداف في مرمى المنافسين. عندنا خصم صعب طبعا، منتخب السنغال هو متصدر المجموعه بست نقاط، فوز على موزمبيق، فوز على نيجيريا، ثم فوز على موزمبيق امس بسلسله نظيفه، ولكن السنغال ضمنت التاهل، فبالتالي انه ممكن ما تبقاش بتلعب يوم السبت نفس الحماس اللي كان في الماتشين اللي فاتوا، دي فرصتك انك انت تقدر تتخطى المباراه يعني. فنتمنى التوفيق لمنتخب مصر في مباراه يوم السبت القادم، وبعد المباراه يعني يبقى لكل حدث حديث يعني ان شاء الله. طيب ازاي شفت امبارح مباراه المصري وبيراميدز في الدوري؟ يعني عايز اقول كمان مباراه المقاولين وفيوتشر، خليني اسالك برضو على المباراتين. بص هي نفس القصه، الماتشين خلصوا تعادل سلبي 0-0. الفرقتين لعبوا لمصلحه النادي الاهلي ومصلحه نادي الزمالك، وكان فيوتشر وبيراميدز في صراع مع النادي الاهلي على صداره الدوري، انه بتتكلمي توقفوا عند 38 نقطه هم الاثنين، الاهلي 40 نقطه ولكن لديه ثلاث مباريات مؤجله، فبالتالي ان التعادلين بتوع امبارح سواء الفيوتشر مع المقاولين العرب او بيراميدز مع المصري كانوا اكثر في صالح النادي الاهلي المتربع على الصداره برصيد 40 نقطه ولديه ثلاث مباريات مؤجله، في صالح نادي الزمالك ايضا انه في فرق 32 بونت عند نادي الزمالك وعنده مباراه اقل من بيراميدز وفيوتشر، انه يقدر يعني يقلل الفارق مع الفرقتين ويعود مره اخرى الى المركز الثاني في الدوري، فبالتالي انه بيراميدز وفيوتشر مشاركتهم في الكونفدراليه مع مشاركتهم في الدوري الممتاز اثر بشكل كبير جدا فنيا على الفرقتين، انه مع الضغط البدني مع الضغط العصبي انه صعب جدا انك انت تقدري تركزي في بطولتين يعني في نفس التوقيت، فبالتالي اعتقد انه مع مرور الوقت لو بيراميدز وفلوتشر ركزوا اكثر في الكونفدراليه
وده هيؤثر عليهم في بطوله الدوري الممتاز، واعتقد ان هم ممكن يتراجعوا بدل ما هم دلوقتي المركز الثاني والثالث في الدوري، ممكن نشوفهم ثالث ورابع في الدوري والزمالك يخش المركز الثاني، لان حاله الروتيشن حتى اللي بتحصل قليله جدا في الفرقه، فبالتالي في ضغط بدني على اللاعبين بشكل كبير جدا. ولكن في المجمل انه لا طبعا النتائج بتاعت الماتشين امبارح يوتشر مع المقاولين او حتى بيراميدز مع المصري في صالح النادي الاهلي اولا وصالح نادي الزمالك ثانيا يعني. طيب ايه توقعاتك لنادي الزمالك خلال الفتره الجايه سواء في مسيرته المحليه مع الدوري المصري او مسيرته الافريقيه في دوري الابطال؟ بص بالنسبه للمسيره الافريقيه الزمالك يعني في مهمه صعبه جدا، بيخسر اول مباراه من شباب بلوزداد في استاد القاهره وبيتعادل ثاني مباراه مع المريخ السوداني في ليبيا، فبالتالي الزمالك عنده ماتش صعب جدا مع الترجي يوم السبت. اي نتيجه لنادي الزمالك يعني بعيدا عن الفوز على الترجي او العوده الى القاهره بنتيجه ايجابيه اعتقد انها صعب مهم نادي الزمالك في التاهل من دور المجموعات بشكل كبير جدا، ودي هتبقى ازمه كبيره لنادي الزمالك. انت بتتكلمي في السنه الثالثه على التوالي الزمالك يغادر دوري الابطال من دور المجموعات، فاعتقد انه جمهور نادي الزمالك يعني لن يعني يصبر كثيرا على الفريق بالشكل ده. ولكن انه الخبر بتاع امبارح انه قيد الثلاث صفقات بتوع نادي الزمالك زي ما حضرتك ذكرت في بدايه كلامك، احمد الحاج وناصر منسي ومحمود شبانه، قد يكون عامل نفسي اكثر يساعد نادي الزمالك على تخطي عقبه الترجي. الترجي فريق كبير يعني مخضرم في دوري الابطال، فبالتالي انه يعني الماتش هيبقى تقيل يوم السبت، واعتقد انه نادي الزمالك واللاعبين لديهم من الخبرات ان هم يعودوا مره اخرى الى المنافسه في المجموعه. ولكن زي ما حضرتك بتقول ان هي في الاخر ارقام، انك انت خلاص انت ما قدامكش، انت عندك بونت واحد، الترجي عنده 6 نقاط، فبالتالي اي نتيجه خساره لنادي الزمالك من الترجي يوم السبت القادم اعتقد انه بشكل كبير جدا انه نادي الزمالك هيغادر دوري المجموعات مبكرا. ده افريقيا. محليا يعني الوضع كان سيء في الفتره الماضيه ولكن تحسن تدريجيا بعد يعني الفوز على السموحه، وكمان نتائج بتاعت امبارح بتاعت بيراميدز ومع المصري وفيوتشر مع المقاولين العرب ادت بعض الانطباع لجمهور نادي الزمالك انه لا النادي قادر على انه العوده مره اخرى للمنافسه في الدوري الممتاز، حتى على الاقل ان الزمالك يخرج حتى كثاني الدوري الممتاز ويشارك في دوري الابطال الموسم القادم، لانه الفتره اللي فاتت كانت النتائج صعبه بشكل كبير وحتى ترتيب نادي الزمالك تراجع في الدوري الممتاز. بتتكلم الزمالك دلوقتي خامس الدوري، شفنا قبل كده برضه الزمالك كان موجود سادس الدوري وسابع الدوري الاسابيع اللي فاتت لانه النتائج ما كانتش على المستوى المأمول، ولكن اعتقد انه بعد العوده من مباراه الترجي اعتقد الزمالك لو ركز في الدوري الممتاز هي يعني هيفرق معاه بشكل كبير جدا، وعلى الاقل قد يكون يعني يصل الى المركز الثاني في الدوري ويشارك في النسخه القادمه من دوري الابطال مع النادي الاهلي يعني. طيب بما ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، ايه اللي ممكن يعمله النادي الاهلي من خلال ادارته الفنيه علشان يواصل سلسله النتائج الايجابيه في الدوري الممتاز؟ بص هو النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا، خلينا نقول ان حصلت بس يعني الجمهور طول الوقت عايز النادي الاهلي يكسب، ولكن لا انت بتتكلمي مع منذ وصول كولر للقياده الفنيه للنادي الاهلي والنادي الاهلي يعني يواصل نتائجه المميزه سواء في الدوري المحلي او في افريقيا، ولكن حصل بس القصه بتاعت مونديال الانديه والتعثر امام ريال مدريد ثم التعثر بعد منه امام فلامينجو البرازيلي ادت بعض يعني الحساسيه بين الجمهور وبين اللاعبين، خصوصا مع الفرصه الضائعه بتاعت محمد شريف رجع منها النادي الاهلي على انه بتتكلم في خساره من الهلال السوداني كانت مفاجاه بشكل كبير جدا لجمهور النادي الاهلي، ولكن لاعيبه النادي الاهلي لديهم من الخبرات ما يكفي، المدير الفني السويسري كولر لديهم من الخبرات الكبيره انه الفريق استعاد توازنه مره اخرى سريعا بعد الفوز على اسوان بثلاثيه نظيفه في ملعب اسوان في الدوري وتصدره لقمه الدوري الممتاز برصيد 40 نقطه وفارق كمان 3 ماتشات عن اقرب منافسيه سواء بيراميدز او الزمالك او فيوتشر، فبالتالي انه الاهلي لا ماشي بشكل كويس جدا في الدوري الممتاز، عنده فرص كبيره جدا في دوري الابطال، عنده ماتش يوم السبت مع سان داونز انه يقدر يخرج بنتيجه ايجابيه امام سان داونز ويستعيد مره اخرى يعني زمام الامور في دوري الابطال. اعتقد ان النادي الاهلي متمرس في حته انه يقدر يلعب في كذا بطوله في نفس الوقت، انه خلاص يعني بالنسبه بشكل كبير جدا انه الدوري يعني اعتقد انه النادي الاهلي هو الاقرب للفوز بجاز، حتى انه لسه بدر بنتكلم لسه باقي مثلا 14 جوله او 15 جوله ولكن هو يعني الاكثر صداره والاكثر قربا من الدوري. في دوري الابطال النادي الاهلي عنده فرصه كبيره جدا انه يعني يتاهل الى الدور التالي رفقه صن داونز، اعتقد ان المجموعه مش صعبه بتاعت النادي الاهلي في دوري الابطال وانه يقدر يتخطى الهزيمه بتاعت الهلال السوداني ويتاهل الى الدور التالي.
طيب ننتقل من الساحة المحلية للساحة العالمية. أستاذ محمد، شفت إزاي مباراة المانشستر سيتي قدام لايبزيج بعد تعادل الفرقتين مع بعض بنتيجة إيجابية 1-1؟ يعني مباراة قوية جدا، شهدت بعض الأخطاء التحكيمية، حتى يعني جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اتكلم بشكل كبير بعد المباراة عن الأخطاء التحكيمية وعلى الجون بتاع يعني لايبزيج هدف التعادل، وقالوا انه يعني كان من يعني خطأ لمانشستر سيتي. ولكن مانشستر سيتي خلينا نقول انه السنة دي مش زي مانشستر سيتي بتاع السنة اللي فاتت، لا واضح انه في تراجع في النتائج بشكل كبير جدا، حتى في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يعني يتراجع في الدوري، أرسنال المتصدر جدول الترتيب، فبالتالي انه مانشستر يعاني. شفنا بعض التعادلات او الخسائر لمانشستر سيتي ما كناش بنشوفها الموسم اللي فات. المانشستر سيتي عنده مشكله في دوري الابطال رغم ان هو الفريق الاقوى واليعني الاكثر يعني صرفا للملايين والاكثر للاعبين، ولكن عنده مشكله كبيره جدا في دوري الابطال. ما تعرفش وبيحصل له حاله كده غريبه انه ما بيقدرش يوفق بين يعني الدوري الانجليزي ودوري الابطال، وشفنا حتى الريمونتادا اللي عملها ريال مدريد في النسخه اللي فاتت من دوري الابطال على مانشستر سيتي، فبالتالي انه مهمته صعبه. لايبزيج يعني الالماني فريق متمرس وفريق كبير جدا وبيعرف ازاي يلعب الماتشات، فبالتالي انه التعادل بتاع امبارح رغم انه كان في المانيا ولكن العوده تبقى في ملعب الاتحاد، ملعب مانشستر سيتي، ما اعتقدش انه الماتش هيبقى سهل على مانشستر سيتي في ماتش العوده 14 مارس القادم، واعتقد انه ممكن لايبزيج يعمل مفاجاه يعني. طيب واحنا لسه على الساحه العالميه، انتر ميلان الايطالي وبورتو البرتغالي، ايه قراءه حضرتك للمباراه؟ بص صعب طبعا الانتر ميلان على ملعبه، هدف لوكاكو يعني في الامطار الاخيره من المباراه بعد طرد يعني احد لاعبي بورتو واستكمال المباراه ب 10 لاعبين، فبالتالي انه لا انا يعني نتيجه مش مرضيه بشكل كبير جدا، او ما تقدرش تحسمي زي مثلا ماتش ريال مدريد وليفربول، خلاص الموضوع بشكل كبير جدا انه ريال يتاهل الى الدور القادم، لانه صعب انه ليفربول يكسب ثلاثيه، ولكن الماتشات اللي بتخلص 1-1 او 1-0، فبالتالي انه في ماتش العوده اعتقد انه الفريقين قريبين من بعض، بورتو على ملعبه صعب جدا، انتر ميلان عامل ماتشات كويسه جدا في الدوري الايطالي ماشي بشكل كويس، فبالتالي انه الماتش العوده في 14 مارس برضه هيبقى في بورتو، ما اعتقدش الدنيا هتبقى سهله على انتر ميلان، واعتقد ان بورتو هيبقى ليه رده فعل قويه في المباراه، فبالتالي انه مباراتين امبارح النتائج متعادله بين الفرقتين رغم حتى فوز الانتر على بورتو، ولكن انه بورتو لقى عنده فرصه في مباراه العوده، ايضا لايبزيج رغم انه تعادل على ارضه وسط جمهوره امبارح مع مانشستر سيتي، ولكن عنده فرصه برضه في ملعب الاتحاد في 14 مارس انه يعدل النتيجه وانه يتاهل على حساب مانشستر سيتي، فاعتقد انه مباراه الامس يعني كانت الاربع فرق كانوا قريبين من بعض يعني، ما نقدرش نقول انه فيهم حد يعني فارق بشكل كبير عن الثانيه. بنشكر الناقد الرياضي محمد مهدي، شكرا لحضرتك واعزائنا المشاهدين. فاصل سريع وبعده هنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بكم من جديد. امبارح كان اخر يوم في مهرجان الاسكندريه للفيلم القصير في نسخته 9، وده اللي استمر في الفتره من 16 ولغايه 22 فبراير. صحيح، وفعاليات الختام كان فيها حفل اقيم على مسرح سيد درويش بدار اوبرا الاسكندريه، وحضروا عدد كبير من ضيوف الفن المصريين والاجانب اللي كانوا اعضاء في لجان التحكيم. خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر عن هذه الدوره السكندريه السينمائيه بصحبتنا النهارده المخرجه السينمائيه نيفين شلبي. نتعرف بنا على ايه ما اخر اخبار هذا المؤتمر وما هو الجديد الذي سيقدمه في نسخته 9. صباح الخير يا نيفين، ومنورانا النهارده في استوديو. صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم. منورانا، صباح الخير عليك. خلينا نقول كده في البدايه، المهرجان اهتم بقى بعروض الافلام واهتم بالاطفال تبقى متواجده وعروض للاطفال، احنا بقى لنا كتير قوي مفتقدين الحكايه دي. قول لنا بقى ازاي الموضوع حصل والاقبال بتاع الاطفال كان عامل ازاي، اكتر العروض اللي عجبتك احكي لنا الحكايه. أنا عاوزة بس أوضح نقطة، إن أنا كنت مشاركة في المهرجان في إن أنا كنت المسؤولة أو المشرفة على ورشة صناعة الأفلام القصيرة بالموبايل للأطفال. أوكي. المهرجان ليه اللجنة العليا بتاعته، الرئيس والمنسق العام والمدير اللي هو المخرج محمد محمود وموني ومحمد سعدون.
احنا اصدقاء من فتره، وكل سنه بيبقى في شكل من اشكال التعاون ما بيننا، كل سنه بيبقى في نشاط مختلف انا بعمله معاهم. السنه دي جت الفكره لمحمد محمود اللي هو رئيس المهرجان، وقال لي ان هم حابين يعملوا حاجه للاطفال وتبقى بالموبايل، لانه دي الحاجه الوحيده اللي هتبقى متاحه للاطفال. اكيد الاطفال مش هتبقى متاحه ليهم كاميرات كبيره، اكيد الموبايل دلوقتي في ايد كل طفل، فنفكر ان احنا بدل ما الطفل يعني عرضه بقى لكل اخطار السوشيال ميديا، يتعلم ان هو يعمل حاجه مفيده بالموبايل اللي اوريدي في ايده. فليه ما نعملش ده؟ بدل ما هو متلقي نحوله ان هو بقى يبقى منتج، ومنتج ويقدر يقيم كمان، يعني يقدر يقيم المحتوى اللي بيتقدم له، انه ده ما ينفعش يتفرج عليه، ده ينفع يتفرج عليه، دي حاجه صح دي حاجه غلط، يبقى هو عنده تقييم ذاتي للمحتوى اللي بيتفرج عليه، وهو كمان يقدم محتوى. بس لحظه واحده، يعني ايه طفل يعمل فيلم بموبايل؟ دي برضو انا عايزه اتوقف عندها. طفل ايه تعريفه عندك كام سنه؟ ويعمل ازاي فيلم بالموبايل؟ وقدروا فعلا يعملوا يعني؟ دي شويه تفاصيل كده محتاجه افهمها منك. هو كانت المعايير اللي احنا اخترنا عليها الاطفال انه يبقى من سن 9 ل 15 سنه، وكمان في استماره هو والاهل يعني بيملوها، لانه طبعا حاجه زي دي لازم تكون تحت اشراف الاهل، ما ينفعش انه هو طفل مع نفسه كده يقدم، لازم بموافقه الاهل ان هو يصور ويتصور ويشارك. ده غير انه كان لازم يبقى عنده بعض المهارات البسيطه، زي ان هو بيعرف يصور بالموبايل، بيعرف يمثل، بيعرف يكتب، ممكن يمنتج على برنامج صغير مثلا على الموبايل. يعني كان في عده معايير صغيره بحيث ان احنا نصقل هذه المهارات البسيطه ونكملها. وهم قدروا فعلا يعملوا 10 افلام، منهم 6 روائي و4 تسجيلي، واديناهم جوائز كمان. مدادهم قد ايه؟ 9 ل 15. لا، مده دقيقتين، كل فيلم دقيقتين 3 دقائق، ما فيش فيلم زاد عن كده. وهم منتجوهم بايديهم كمان، يعني هم صوروا، يعني كانت الورشه على مدار 5 ايام. اول يوم كانت اخراج، دي كانت لوحدي اخراج وكتابه، بديهم المبادئ الاساسيه، ازاي ان انا يبقى اجيب ستوري اقدر اصيغها، احكي حكايه ازاي، لانه الاخراج ما هو ان انت بتحكي حكايه بالصوره. فلعبت اللعبه دي معاهم، يعني انا بعرف العب مع الاطفال وبحب الاطفال جدا. فابتدينا انه احنا، طب يا جماعه لو في حاجه حصلت او موقف معين او حاجه مضايقاني او حاجه بسطاني هحكيها ازاي، القصة نفسها بتبتدي من ايه؟ بتتكون من ايه القصة؟ مش لازم شخصيات، مش لازم مكان، مش لازم نهاية، مش لازم عقدة. طب ابتدينا نطبق بقى من الحكاوي بتاعتهم ومن حياتهم. ايه اللي بيضايقك؟ ايه اللي بيبسطك؟ احكي لي خروجة مع مامتك هتعملوا ايه؟ وابتدينا فعلا نستقر على القصص اللي هنصورها وازاي نحكي الحكاية. تاني يوم كان عندنا تصوير، وكان معانا أستاذ أحمد سمير، هو مدير تصوير ومتخصص بقى في سينما الموبايل. ابتدى بقى يوريهم ازاي نظبط الكادر الموبايل، نظبط الاضاءه، النور مش عارف الحاجات البسيطه كده، اللي هو ايه، اقدر اصور الحدوته اللي كانت عندي من امبارح بالموبايل بشكل بسيط. السيتنجز الاساسيه. تالت يوم كان معانا استاذه امل مطر، ظبطوا الصوت كويس برضو، ما هو علمهم برضو ده، ان احنا بنركب الكيبل، وكانوا برضو جايبين ميكروفونات صغيره في المهرجان. قدروا نعمل تستات ازاي ومش عارف ايه كل الحاجات دي، وسجلوا فعلا صوت. في افلام باظت فيها الصوت وفي افلام ظبطت. دي اكتر حاجه بتبوظ فعلا. دايما الصوت دي معروفه. بس يمكن الولاد علشان بيتفرجوا على الانفلونسرز طول الوقت وبيتابعوا بقى كتير، وهو بقى يعني في متناول الايد المايكس الوايرلس اللي بتبقى كونكتد على التليفون، فبرضه بقى تلاقي الولاد الصغيرين عاديين، الولاد اسهل بكتير في البيت عادي خالص، هم مركبين المايك الوايرلس عادي. بالظبط بالظبط، الولاد الصغيرين هم اسهل ناس بالذات للتكنولوجي والحاجات الموجوده، اسهل حد اتعلم. يمكن مثلا لو حد كبير في السن او بابايا او حد مثلا اكبر مني في السن شويه، صعب ان انت توري له حاجه على الموبايل وتقولي له اعمل كذا، انما لو طفل ممكن يتعلم الموبايل قبل ما يتعلم القرايه والكتابه. واكيد بتشوفوا ده كتير، انه ليكوا قرايب اطفال تلاقيه ماسك الموبايل وعمال يلعب جيمز ويتفرج على فيديوهات وهو لسه ما دخلش الحضانه اصلا. فبالتالي لازم نستغل ده بشكل ايجابي، انه طالما الطفل ايده سهله على الموبايل وقادر ان هو يتعامل معاه، طب ليه ما يتعلمش بقى حاجه ايجابيه؟ انه يتكلم عن نفسه، يتكلم عن مشاعره، يتكلم على اللي بيضايقه، ويتكلم على اللي بيفرحه، بدل ما يقعد يتفرج بقى على الحاجات السوشيال ميديا. زي ما في حاجات كويسه في حاجات وحشه كتير. طب دي نقطه مهمه جدا. بعيدا عن الجانب السينمائي اللي انت اتكلمتي عنه، انا عايز اتكلم على الجانب النفسي، الجانب التربوي الاجتماعي، صناعه الشغف. يعني انا بصنع شغف عند طفل ان هو يحكي حكايه بصوره. بالظبط. نقدر نخليها ازاي صناعه ايجابيه؟ يعني ازاي اخلي هذا الطفل ينتج منتج او يخرج مخرجات ايجابيه من صناعه الصوره؟ نعلمهم ده ازاي؟ ما
بص أنا ارجو انه يكون سؤالي واضح ودقيق شويه. لا انا هقول لك عن تجربتي الشخصيه بشكل خاص، مش هكلمك بشكل عام لانه ده موضوع ممكن نعمل عليه حلقات طبعا. تمام. فانا هكلمك على التجربه الصغيره بتاعتي انا شخصيا. عملت ايه مع الولاد؟ اول يوم قلت لهم ممكن كل واحد يكتب اكتر حاجه بتضايقه او بتخليه زعلان واكتر حاجه تبسطه. جميل. فقالوا لي تمام. المهم الولاد كلهم، ودي حاجه غريبه جدا يعني احب ان انا اثيرها طبعا في التلفزيون المصري، انه الولاد بلا استثناء عندهم مفتقدين الاحساس بالالفه مع العيله. يعني قالوا لي اكتر حاجه بتبسطنا ان انا اقعد مع اهلي. قلت له بقى البيج فاميلي الجد والجده؟ قالوا لي لا، بابا وماما واخواتي. قلت له طب ما انت عايش معاهم يعني مسكين الموبايلات. بالظبط. فهتلاقي ان كل الاطفال القاتل الصامت بالظبط، ده اكتر متعلم. مصطلح فعلا حقيقي جدا. الموبايل عمل عزل للاطفال عن اهليهم، بقى الطفل مشتاق ان هو يقعد مع امه، يقعد مع ابوه، يقعد مع اخواته. الام ماسكه الموبايل بتشوف الموضه وبتشوف الحاجات، الاب في الموبايل. فالطفل قاعد بيقول لي انا باكتر حاجه بتضايقني لما ابقى لوحدي. قلت له انت لوحدك؟ قال لي اه. فبالتالي اولا انا استفدت من التجربه دي انه انا عرفت انه اغلبيه الاطفال في هذا الجيل ايه اكتر حاجه مفتقدينها واكتر حاجه مشكله عندهم. بكل بساطه اكتر حاجه بتبسطك ايه؟ لما نخرج كلنا العيله ونلعب في الجنينه، اللي هو ابسط حاجه، ابسط حاجه اللي هي الحاجات الاساسيه. ما قالش حاجه غاليه، ما قالش حاجه لا 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 لا، ولا مثلا ناكل مش عارف ايه، ولا نروح نلعب في ملاهي عامله ازاي. قال لي انا وعيلتي بس. والاولاد كمان المستوى الاجتماعي بتاعهم اللي هم كانوا في الورشه اغلبهم بعدين مدارس لغات ومدارس ناشونال وانترناشونال ومدارس فرنسيه، فبالتالي مش اللي هم مثلا مفتقدين حاجه قوي، يعني الميدل كلاس والابر ميدل كلاس شويه. فاللي هو ليه الاولاد وصلت للدرجات دي؟ فاولا دي اشاره. هل الولاد وصلت للدرجات دي علشان فعلا اهليهم بعاد عنهم، ولا الولاد بيبقوا طول اليوم منشغلين بحياتهم على الموبايل ومنشغلين باللعب مع الاطفال، ووقت لما بيجي الاهل يقول لهم ثواني بقى كفايه موبايل، يلا ده وقت النوم او يلا ده وقت المذاكره، تبتدي بقى المشاعر الفياضه تظهر، انتوا وحشتوني اقعدوا معايا. ده بيحصل فعلا وده بنشوفه في البيوت. انت متخيله ان الولاد ما بيبقاش عندهم القدره على التمييز في النقطه دي؟ ما وضحها لكيش وانت بتتكلمي معاهم. هم طبعا بيتكلموا ببساطه، بس احنا الكبار طبعا نقدر نحلل اللي بيقولوه ده ونقدر ان احنا نميزه ونشوف اصل المشكله. اعتقد طبعا مش المشكله عند الاطفال لانه احنا الكبار المسؤولين عندها. فما اقدرش احمل الطفل مسؤوليه ان هو ماسك الموبايل على طول. لا، طبعا. هو في بابا وماما هم المفروض ياخدوا بالهم ان الموبايل ده مش 24 ساعه ممسوك، والواي فاي ده مش مفتوح 24 ساعه. فبالتالي هنا يعني ارجع لسؤال حضرتك انه ازاي ان انا ممكن الورش او نوعيه الورش دي ممكن تستخدم في اعاده تاهيل الطفل تاني واعاده التواصل ما بينه وما بين اهله، انه الاطفال يقدروا يعبروا عن نفسهم. ودي اشكاليه كبيره جدا انه اغلبيه الاطفال ما عندهمش المقدره ان هم يعبروا عن اللي جواهم، اللي مزعلهم، اللي مفرحهم، اللي مضايقهم. كمان ممكن نتطرق لمشاكل اكبر، انه في اطفال في اعمار صغيره ممكن يتعرضوا بقى لمشاكل من الاهل، من القرايب، ضرب، احنا عارفين طبعا التحرشات، بكلم بشكل عام يعني مش على الولاد اللي كانوا معايا. فبالتالي لو الولاد سواء بنات او ولاد مش قادرين يعبروا عن نفسهم فدي مشكله كبيره جدا. بس انا لفت نظري في كلامك حاجتين يا نبيل. لفت نظري اول حاجه انك بتقولي ان الولاد من عمر 9 ل 14 و 15 كتبوا وعبروا، برغم ان ببقى شايفه ان الاغلب بيفضلوا ان هم ما يكتبوش، اللي بيحبوا يعملوا يسجلوا فويسز، لكن مهاره الكتابه بقوا يفضلوا ان هم ما يستخدموهاش. هم ما كتبوش قوي عشان اوضح بس. وتاني حاجه انك قلتي ان الافلام القصيره اللي اتعملت مده دقيقتين، فكره اختزال فكره في دقيقتين احنا ما بنعرفش نعملها الكبار. لازم نقول حاجات اهو. شوفي انا سؤالي بقى له ربع ساعه اهو. فازاي هم عرفوا يوصلوا للمهاره دي، او انت ازاي ضربتيهم عشان يوصلوا لحاجه زي كده؟ انه بتسالي سؤال صغير وتبتدي ان هو يكبر، اللي هو بقوله ايه اكتر حاجه بتبسطك؟ سؤال بسيط جدا لطفل، فهو اول مره يتسال في حياته السؤال ده. يعني واستغربت جدا، اللي هو قعد يفكره كتير كده ويبص لفوق، فبقوله فاديته اختيارات، طب لو كذا، لو تروحوا تاكلوا في مكان معين،
لو مش عارف ايه. فابتدى هو كانت اجابه السؤال والدي اللحظه، فابتدى ان هو كنت بوقفهم في يعني في المكان اللي احنا كنا بناخد فيه الورشه اللي هو كل واحد يطلع، وكنت حابه جدا ان هو يواجه زمايله. الكتابه دي اسلوب انا بعتبره ان هو اسلوب مستخبي زي اللي بيكتب على السوشيال ميديا من ورا الشاشه ومش هيقول فيه كل حاجه بالظبط. فانا عاوزاه يطلع يعبر ويبقى عنده المقدره ان هو يتكلم قدام زمايله ويتكلم على الحاجه اللي بتضايقه. يعني مهارات عرض وتقديم. في بنت مثلا من البنات قالت لي اكتر حاجه بتضايقني لما حد يتكلم على حاجه في شكلي او على شعري، عشان هي شعرها مثلا ما كانش ناعم، فاللي هو لما حد يقول لي انت شعرك عاملاه كده ليه، دي حاجه بتضايق. قلت لها طب وانت بتعملي ايه؟ قالت لي مش بعمل حاجه، باخد جنب كده وبفضل طول اليوم متضايقه. فاللي هو حاجه مهمه انا بحس انه انا نفسي انه ماده السينما والكتابه والاخراج تبقى ماده دراسيه زي الموسيقى وزي الرسم وزي التدبير المنزلي وزي الزراعه، لانه حاجه خلينا نقول مهرجان اسكندريه هو بيعمل نرجع ده. المهرجان هو اللي عامل ده، ولا ده موجود في كل المهرجانات ان انا اعمل ورش خاصه للاطفال ان هم يعملوا سينما موبايل؟ هل دي حاجه اكسكلوسيف او يعني متخصص فيها مهرجان اسكندريه، ولا موجوده في كل المهرجانات؟ وازاي نطبق ده ونخلي يعني لكل الشباب الصغيرين؟ هو لا مش في كل المهرجانات طبعا بتقيم ورش متخصصه للاطفال، حتى لو بتقيم ورش مش بيطلع منها ناتج. فاحنا طلعنا ناتج 10 افلام ودي حاجه ما حصلتش قبل كده. كل مهرجان بيبقى ليه اللايحه بتاعته، ايه اللي بيعمله ايه اللي ما بيعملوش. وهي كانت فكره مهرجان اسكندريه، وهم كلموني وقالوا لي احنا عندنا فكره، طب نعمل ايه المحتوى؟ وانا اشتغلت على المحتوى، طب هنعمل كذا، طب هنتارجت اطفال، طب هنتكلم ازاي، طب هتدار الورشه ازاي، مين المواد اللي هنبقى الماده العلميه اللي هتدرس في الورشه. وكنت مراعيه جدا انه السن الصغير ده الطريقه بتاعه التلقي بتاعتهم معتمده طول الوقت على الصوره. طبعا فمحدش هتقف تشرح لهم كده وتفضل تقول لهم لا. كنا بنقوم كل شويه نجري في الجنينه، نعمل تدريبات جسمانيه، نصور حاجات بالكاميرا طول الوقت، في كده نشاط وفي حاجات عمليه بنعملها. صحيح. وهم طول الوقت كان في تفاعل يعني. صحيح. مش طول الوقت انا اللي برغي بس يعني. صحيح. يا حل يعني هي تجربه تستحق الدراسه، تستحق التامل، تستحق ان احنا نطبقها في مدارسنا، في نوادينا الاجتماعيه. لغه الصوره مهمه جدا. انا يمكن انا كتلفزيوني فاهم كويس جدا نيفين بتقول ايه، وعارف ازاي انك زي ما بتعبر بالرسم او بتعبر بالكتابه انت ممكن جدا تعبر بالصوره، وخصوصا لو كنت طفل. بشكرك شكر كبير جدا مخرج السينمائي نيفين شلبي على الحاجات الجميله اللي طلعتيها من الاطفال، ونتمنى تعميم التجربه وجودها بشكل عام في كل ان شاء الله. ميرسي جدا على الاستضافه. شكرا. مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء، اتفضلي يا هلا. شكرا منا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة يوم التأسيس السعودي، حيث أعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. كما أعرب الرئيس عن تمنياته الأخوية للسعودية بدوام التقدم والتوفيق، وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية، وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية إلى تركيا. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، واصفا إياها بأنها إهانة للضمير الجماعي. وخلال افتتاح الجمعية العامة للمنظمة الأممية قال غوتيريش إن الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا تشكل محطة قاتمة للشعب الأوكراني وللمجتمع الدولي، مشددا على أن العواقب المحتملة لتصعيد النزاع تشكل خطرا جليا وقائما.
انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجدداً قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، مشدداً في الوقت نفسه على عدم وجود أي مؤشر على أن موسكو تعتزم استخدام السلاح النووي. وخلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام خلال زيارته لبولندا، قال الرئيس الأمريكي إن قرار موسكو لا يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدام أسلحة نووية أو أي شيء من هذا القبيل. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل إعطاء اهتمام متزايد لتعزيز قوتها النووية، وستبدأ عمليات تسليم جماعية لصواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر. وفي خطاب بمناسبة عطلة المدافع عن الوطن، قال بوتين إن روسيا ستواصل تجهيز قوتها المسلحة بمعدات متطورة، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام، وهذا سلاح قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة. وأضاف بوتين ستواصل روسيا الإنتاج الضخم لأنظمة كينزال الجوية الفرط صوتية، وستبدأ توفير إمدادات ضخمة من صواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر. أعلن البرلمان المجري أنه سيصوت في مطلع مارس المقبل على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو. وقال البرلمان المجري على موقعه على الإنترنت إن أعضاءه سيناقشون الأسبوع المقبل مسألة انضمام الدولتين للتحالف، على أن تحسم هذه المسألة في عمليتي تصويت منفصلتين ستجريان بين 6 و9 مارس. وكانت برلمانات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي قد صادقت على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف الغربي باستثناء تركيا والمجر. ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر شرقي طاجكستان دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية. ونقلت وكالة الأنباء التاجيكية الرسمية AK Press عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوله إن مركز الزلزال وقع على بعد 67 كيلومترا غرب مدينة مورغاب التاجيكية، مشيرا إلى أن الزلزال شعر به السكان بشكل كبير في منطقة شينجيانغ بالصين وأجزاء من أفغانستان وأوزبكستان. اختتمت مرحلة الذهاب من دور 16 لدوري أبطال أوروبا بعد تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع لايبزيغ الألماني بهدف لكل منهما على استاد ريد بول أرينا. ومن المقرر أن تتحدد هوية الفريق المتأهل حين يلتقي لايبزيغ في 14 مارس المقبل في ضيافة مان سيتي استاد الاتحاد بمدينة مانشستر. وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها حقق إنتر ميلان فوزا قاتلا بهدف دون رد على بورتو البرتغالي. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. يعني طول عمر التحنيط هو السر الأبرز الأهم اللي العالم كله عايز يعرف مكنونه أو تفاصيله عند قدماء المصريين. الناس دي يا جماعة عملت إيه؟ ده كان علامة استفهام لطالما قرأنا عنها في المجلات العلمية وفي المجلات البحثية وحتى في الصحافة الأجنبية. المصري القديم عمل إيه علشان يوصل للتحنيط يخلي هذا الجسد أو هذه الجثة سواء كانت لجسد بشري أو لحتى حيوانات قادرة على الحفاظ على نفسها لمدة آلاف السنين؟ ده كان علامة استفهام وكان لغز كبير. بالفعل في فريق بحثي مصري، وبحط تحت مصر دي 30 خط، قدر أنه هو يحقق إنجاز دولي جديد من خلال أنه هو يستنتج خرائط التبادل التجاري بين مصر وبين الدول القديمة وبعض من دول العالم.
نأكد تاني على فكرة أن الفريق المصري الدولي الموجود في المركز القومي للبحوث بالتعاون مع فريق بحث دولي آخر في الوصول لمجموعة من اكتشافات مميزة. الاكتشافات جت تحت عنوان اكتشاف سر المركبات الكيميائية المستخدمة في التحنيط عند القدماء المصريين. موضوع أعتقد مهم جدا، هنتكلم أكتر عن تفاصيله وقصته من الباحثين المصريين الدوليين اللي شاركوا في هذا الموضوع. خلينا نرحب بوجودهم معنا النهاردة، الدكتور محمود بهجت أستاذ الكيمياء الحيوية والمشرف العام على شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. معنا أيضا الدكتور محمد إبراهيم رئيس قسم سموم وملوثات الغذاء في المركز القومي للبحوث. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. ودكتور أحمد يوسف رئيس قسم مواد التعبئة بالمركز القومي للبحوث، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. منورنا جميعا. أبدأ بحضرتك دكتور بهجت، التحنيط دلوقتي لبعض يعني الموروثات او الحاجات المركبات الكيميائيه اللي احنا عارفينها، وزمان كان في ايضا مركبات اخرى، الاختلاف واصل لفين؟ نقدر نقول الاختلاف واصل لفين؟ الاول شكرا جزيلا على استضافتنا. شيء مهم اقوله ان احنا مش علماء مصريات، لكن احنا علماء متخصصين في الكيمياء الحيويه الجزيئيه او الكيمياء التحليليه. ده بيضيف بعد جديد لتحليل المواد اللي بتستخدم في الحفظ بالشكل المطلق. ولما علماء المصريات استعانوا بينا كفريق عمل في المركز القومي للبحوث، قلنا عشان نفك طلاسم المواد اللي كان بيستخدمها المصري القديم في حفظ الأجساد بشكل مبسط. في دروس تم الكشف عنها أو معلومات تم الكشف عنها في الدراسة دي. طبعا احنا تعلمنا من فريق علماء المصريات حاجات كتيرة، ان مش كل المصريين على مختلف مستواهم الاجتماعي في العصر الفرعوني أو في الدولة القديمة كانوا بيتم تحنيطهم بنفس الكيفية. كل واحد على حسب قدرته المالية. صحيح. لكن في دروس تانية احنا تعلمناها من التحاليل إن المصري القديم ما كانش بيعالج الأجزاء المختلفة من جسد الموميا بنفس الشكل، دي نمرة واحد. المصري القديم كان بيحاول يفك شفرة المكونات بتاعة المواد اللي بيستخدمها في حفظ الأجزاء المختلفة من الجسد. المصري القديم سعى إنه يجيب المواد اللي استخدمها في الحفظ من أماكن بعيدة جدا عن مصر. ده يوري حضرتك العلوم البينية زي الكيمياء الجزيئية والكيمياء الحيوية كيف يمكن أن تخدم وتضيف بعد جديد في التعاون مع علماء المصريات لفك شفرات وطلاسم وأسرار التحنيط عن المعلومات اللي كانت بتتاخد بشكل سطحي ومبسط وعام أكثر أقل دقة وأقل عمق من اللي تم الكشف عنه في الدراسة، وزي ما زملائي هيتكلموا بعد كده. أكيد دكتور محمود، لو جينا قلنا اكتشاف سر المركبات الكيميائية المستخدمة في التحنيط عند قدماء المصريين، إزاي نقدر نقول إن إحنا وصلنا لسر في هذا الاكتشاف اللي حضراتكم وصلتوا؟ وفي البداية أنا بشكر حضراتكم على استضافتي للبرنامج. إحنا بدأت الموضوع بدأ بان احد اعضاء الفريق البحثي الدكتور رمضان البدري رحمه الله عليه مكتشف المقبره دي اكتشفت سنه 2019. كان الاكتشاف ده يعتبر من اهم 10 اكتشافات في الالفيه ال21. فلما اكتشف المقبره كان الدكتور رمضان مش عايز ياخد بس اكتشافه بس، لا، كان عايز يربط علم الانسانيات بالعلوم الطبيعيه. يعني العلوم الطبيعيه سواء الكيمياء الحيويه او الكيمياء التحليليه، ف ربط عمل اللينك ده بحيث ان احنا نقدر نفك الطلاسم زي ما قال الدكتور محمود ونعرف الاسرار. هم كان الاعجاز في اكتشاف المقبره دي ان هم لقوا ادوات التحنيط وورشه التحنيط كامله زي ما هي. المصري القديم كان زمان بيحنط وبيرمي ادوات التحنيط في النيل، فما كانش حد عارف حاجه او المعلومات كانت ضعيفه جدا. لكن الاواني اللي اكتشفت في مقبره هرم اوناس كانت عباره عن اواني مكتوب عليها باللغه الهيروغليفيه، فده كان اكتشاف كبير جدا. بدأوا يقولوا طيب احنا اللي مكتوب على اللغه باللغه الهيروغليفيه ده هنعرفه،
من علماء المصريات. احنا بقى عايزين نشوف بقى كان جوه ايه الاواني دي. ففعلا اخذنا اخترنا حوالي 31 اناء من الاواني اللي مكتشفه. كان مكتشف حوالي 121 اناء، خدنا 31 اناء واخترناهم بعنايه، يعني مش اختيار عشوائي. جميل. عشان نقدر نحدد ايه المركبات اللي كانت موجوده في الاواني دي. يعني عملتوا تحليل مبدئي لمحتوياتها علشان تقولوا كده، ولا اخترتوهم على اساس لا اخترناهم على اساس المكتوب باللغه الهيروغليفيه عليهم. كان بعض الاواني موجوده في ورشه التحنيط، وبعض الاواني موجوده في غرفه الدفن. نعم. عشان نشوف ايه اللي بيحصل في غرفه التحنيط وفي غرف الدفن. تمام. فخدنا الاواني ديت وشلنا الطبقه الخارجيه منها، علشان الطبقه دي متعرضه لالاف السنين لعوامل الجو والاكسده والتعريه وكده. وخدنا الطبقه الداخليه وبدانا نحللها في المعمل، في شبكه المعامل المركزيه والتميز بمركز القومي للبحوث، بالتعاون مع الفريق الالماني والفريق المصري. وخدنا المركبات دي واستخلصناها وحققنا المستخلص اللي طالع من الاواني ديت على الجهاز الكروماتوجرافي اللي هو التحليل الكروماتوجرافي الغازي. ده جهاز يعتبر من الاجهزه الحديثه جدا، بتقدر تشوف المركبات بالتركيز ضعيف جدا وضئيل جدا. فبمعاونه الدكتور ماكسيم اللي هو احد اعضاء الفريق البحثي، قدرنا نعرف المركبات ديت وعرفنا ماهيه المكونات اللي موجوده في الاواني. فده هو الاكتشاف، ان كان الكلام بيتقال وفي بعض الحاجات مش معروفه، فاحنا عرفنا. وزي ما قال الدكتور محمود، ان احنا قدرنا نعرف التجاره العالميه كانت وقتها بيجيبوا الحاجات دي منين، المواد التحنيط بتجاب منين. طيب دكتور احمد، هذه المواد هل هي مواد نقدر نقول انها يعني مواد بسيطه كانت موجوده في البيئه، ولا مواد شديده التعقيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضراتكم على الاستضافه. في البدايه بس بننوه ان احنا الفريق البحثي متكون من فريق بحثي كبير فرنسي مصري الماني. لما المواد دي جت من سقاره للمركز مع شبكه المعامل المركزيه بكاتب الدكتور محمود بهجت وفي معمل الدكتور محمد ابراهيم، احنا طبعا عملنا عمليه فصل للمواد زي ما الدكتور محمد نوه وقال ان احنا خدنا الطبقه الخارجيه الاول استبعدناها وخدنا من الطبقه الثانيه المواد دي، لان اللي حصل مع تقادم هذه الاواني، ودي كانت لاول مره المصري القديم غرفه التحنيط دي كانت على بعد 13 متر من سطح الارض، وغرفه الدفن كانت على بعد 30 متر من سطح الارض. لاول مره ان المصري القديم كان يترك الاواني بحاله جيده، بعض الاواني بحاله جيده، وعشان كده ساب اختيار الاواني دي، لان بعض الاواني كانت عليها فيها كانت بحاله جيده، وكان مكتوب عليها ثلاث معلومات مهمين جدا. ودي كانت لاول مره، في ناس اكتشفت قبل كده، بس كانت اول مره ان المصري القديم يكتب اسم الماده باللغه الهيروغليفيه، ميعاد وضعها على الجثه، الحاجه الجديده بقى المكان اللي بتحطه عليه، يعني احطه على الايد بعد ثلاث ايام مثلا، احطه على الراس بعد سبعه ايام، ونوع الماده. فكانت دكتور رمضان البدري رحمه الله كان شغوف بتداخل العلوم، تداخل علوم المواد، انا تخصصي تكنولوجيا المواد، ودكتور محمود ودكتور محمد بايو كيمياء الحيوي والفصل الكروماتوجرافي، وهو علوم مصريات، فكل العلوم تتداخل مع بعضها عشان في الاخر نوصل لنتيجه معينه، او نفك طلاسم الحضاره المصريه القديمه، لان الحضاره المصريه القديمه من اعرق واعظم الحضارات اللي وجدت على مستوى التاريخ. الحضارات كلها بتنمو وتزدهر وتندحر وبننساها، الحضاره الوحيده اللي لها علم باسمها علم المصريات يدرس في جميع الجامعات في العالم بحاله هي الحضاره المصريه القديمه، ولازال لحد الوقت الحالي احنا الغاز الحضاره المصريه الغاز في كل حاجه. صحيح. فالمواد مش متعقده بسيطه. بس مشكله زي ما قلت حطينا المواد اللي ما وجدناها مش موجوده في مصر، في بعض المواد مش موجوده في البيئه المصريه. فالمصري القديم زي ما الدكتور محمود قال استوردها من شرق اسيا، من افريقيا، جنوب افريقيا، من مدغشقر، انجولا، من فرنسا، شمال اوروبا. فكان في فالبحث ده الاهميه ليه ان هو حط خريطه التبادل التجاري بين مصر القديم والدول المحيطه، وموجود في البحث اللي هو تم نشره في مجله نيشر، المجله العريقه من اكبر الدوريات العلميه على مستوى العالم، ان هو حط خريطه لتوزيع المواد دي على الجسم الانسان وجسم الموميا يعني بعد ما حنطوها، وكمان خريطه التبادل التجاري. وده كان اهميه الحدث اللي هو كان من الهوت توبكس اللي موجود على مستوى ضربت عصفورين بحجر زي ما بالظبط كده. فالمواد بسيطه وسهله، عباره عن بعض المواد نفسها سهله، انما الخلطه نفسها صعبه جدا،
معقدة، لأن بتلاقي حاجات دهون حيوانية موجودة في كان في دارج، أو كان دايما بيتم ترجمة المصطلحات الموجودة مثلا لأحد المواد، كانت بتقال عليها الصمغ العطري مثلا، وبعد كده اكتشفتم أنه زيت الأرز ولا شجرة العرعر أو أيا كان من هذه الأشياء. ف إعادة بقى التعامل مع الدهن الحيواني اللي حضرتك بتتكلم عليه، استخدامهم كلهم واستخلاصه وتحويله للزيت المقدس، الفكرة هايلة جدا. لكن هل فعلا هو ده السر اللي كل الناس عايزة تعرفه؟ هل فعلا ده سر التحنيط؟ خلينا بس ما نتعاملش مع الموضوع على إنه مستخلص نبات أو زيت أو دهن حيواني، قد ما نفكر كويس قوي. زي ما تحليل الكروماتوجرافي اللي اتكلم عليه دكتور محمد أثبت وعرف المركبات العضوية اللي بتكون المستخلصات الطبيعية دي، نعرف ان المصري القديم قد يكون ما عملش الخلطات دي بشكل عشوائي، وكان على دراية وعلم بالمكونات اللي لما يتم خلطها بشكل معين تدي تأثير مضاد للتحلل الميكروبي للجسد. فانا عايز اقول، وقلت ده في اكتر من مكان تاني، وقلناه لوسائل الاعلام الدوليه في مؤتمر عالمي دولي عالمي حصل، صحفي عالمي حصل على صدى هذا البحث اللي تم نشره في دوريه نيتشر. المصري القديم لما ذهب للاماكن البعيده دي عشان يجلب المواد ويخلطها بخلطات بنسب دقيقه جدا عشان يعالج أجزاء مختلفة من الجسم، يعني أن هو ما عملش ده عشوائي، وكان يعلم المكونات بتاعت هذه اللي احنا بنحاول ندور وراه عشان نعرف المكونات. فده يقول أن المصري القديم كان يعلم، عرفنا المكونات لكن لسه مش عارفين النسب. لا لا لا، هقول لحضرتك، والتحاليل الدقيقة اللي احنا بنعملها، وفي عندنا كمان أجهزة أدق ممكن توصل للخلطات دي كانت موجودة بنسبة دي. لكن ده اللي أنا عايز أقوله، أن المصري القديم في الوقت ده من آلاف السنين وفي غياب التقنيات الحديثة اللي بنتكلم عليها دي، قدر يعمل المخاليط دي ويعرف أن النباتات اللي بتنمو في البيئة المحيطة به مش هي المناسبة، ويروح يجلب هذه المواد ويخلطها بنسب معينة جدا عشان يعالج أجزاء مختلفة. إذن كان يعلم علم النباتات العطرية والنباتات الطبية، علم الميكروبات، علم الأنسجة، وبالتالي هؤلاء الناس ما كانوش بيشتغلوا بشكل عشوائي أبدا، ولكن كانوا بيشتغلوا بشكل مؤسسي وعلمي قد يصل إلى الترتيب المعهد بحثي. وعشان كده دي من وجهة نظري ليست ورشة تحنيط، ولكن اللفظ العلمي معهد للتحنيط أو معهد لدراسة كيفية حفظ أجساد الأشخاص الحديثي الوفاة. طيب، علوم زي الكيمياء زي الفيزياء إزاي تعاونت مع علم التحنيط؟ هو في البداية طبعا زي ما قلت لحضرتك، الدكتور رمضان كان عايز يربط الاكتشاف بالعلوم الطبيعية. الارتباط قوي جدا، يعني زي ما قال الدكتور محمود أن المصري القديم ما كانش بيشتغل عشوائي، يعني مش بيحط اي حاجه على حاجه عشان يحنط بيها الجثه، لا ده حتى جلب بعض المواد اللي مش موجوده في البيئه المصريه من بعض الدول اللي تبعد عنه الاف الكيلومترات، يعني جايب حاجات من مدغشقر. احنا عرفناها ازاي؟ عرفنا دوت بالبصمه الكيميائيه للمواد اللي احنا لقيناها. يعني لقينا بعض المواد الراتنجات السنبوريه وبعض الاصماغ مصدرها مش موجود في مصر، مش موجوده في البيئه المصريه. ايه تاني غير مدغشقر؟ بردك في جنوب شرق اسيا، جنوب شرق اسيا بردك لقينا بعض النباتات زي العرعر والارز، نبات العرعر، لا نبات العرعر، الارز جاي من حوض البحر الابيض المتوسط. والسرو؟ بردك من هناك، من المنطقه ديت، من منطقه الشمال. الارز اللبناني، شجره الارز. الارز اللبناني. فهو طبعا يعني بص رايح من الشمال للجنوب وعمال يدور على المواد اللي هيعمل بها التحنيط. فالموضوع مش عشوائي، الموضوع مدروس زي ما قال الدكتور محمود، هي مش ورشه فعلا، وده ابلغ تعبير، ده معهد للتحنيط. بالاضافه لان كمان المكان بيتم فيه تحنيط الجثه لمده 70 يوم، تخيل انت مكان تحت الارض 13 متر و70 يوم الجثه محطوطه، فمتخيل انت لازم يبقى فيه تهويه كويس، يبقى فيه حاجه تبعد الحشرات عن الجثه،
ففعلا جوه الغرفه دي في مبخره كبيره جدا قطرها مثلا حوالي متر، دي كان بتحط فيها بعض المواد اللي تطرد الحشرات زي بيقولوا عليه النبات المر، او بيتحط في البخور هو اسمه ايه يا دكتور احمد؟ مر. ايوه صح كده. ايوه هو لبان الذكر. فبيتحط ده بيطرد الحشرات والكلام. فالموضوع يعني مش ماشي كده عشوائي، بإضافة أنه عمل صرف للدم والفضلات اللي خارجة من الجثة تخرج بره المكان، والمكان على بعد 13 متر وغرفة الدفن 30 متر. تخيل حضرتك 30 متر عمق. في فكر في الضغط والضغط الجوي، فكر في الرطوبة، فكر في درجة الحرارة، فكر في النسب والمواد. فيعني المنظومة كانت أعقد كتير من الناس تقودها، أنه مجرد أنه بيحط جسد في ملح بشكل عشوائي عشان يحفظه. أكيد. طيب يعني ثلاث اكتشافات مش اكتشاف واحد نقدر نقوله. أولا تم اكتشاف أو تم ترجمة وتسهيل ترجمة الاسم الدارج للمواد المستخدمة يمكن في الأول، وعندنا الحاجة الثانية الأسامي المختلفة من اللغة المصرية القديمة لكده. الأخيرة بقى أماكن استخدام المادة في الجسد، كل جهاز من أجهزة الجسد كان بيستخدم له مادة مختلفة عن الأخرى. كل منطقه من منطقه الجسد كان بيستخدموا ماده، مكتوب يعني مكتوب مثلا اليوم الثالث هنضيف الماده دي على اليد، اليوم السابع هنضيف الماده دي على الراس، وهكذا لمده 70 يوم لحد ما يخلص عمليه التحنيط تماما. ده اللي عمله المصري القديم اللي اتوضع في كان مكتوب على الاواني نفسها. فلما جه علوم المصريات او علماء المصريات ترجموا المواد دي طبعا، لما وحطوها على بقى جهاز الفصل الكروماتوجرافي عند في المعامل المركزيه بشبكه المعامل المركزيه بمركز قومي للبحوث، تاكدت ان المواد دي بتتحط هي اللي موجوده على الاواني مكتوبه، اللي مكتوب على الاواني، اللي مكتوب باسمها الاواني. فطبعا دي كانت ترجمه، كانت نجاح نجاح فعلا باهر لاول مره، وان الناس تعرف فعلا هي المواد دي هي اللي اتحطت وفي اليوم كام وفي المنطقه كذا. دي كانت خريطه برضو للجسم الانسان وازاي بيدور المصريين القدامى بيحنطوه. برضو دي هنقول برضو ان احنا لسه بارشلي او لسه ما اكتملتش، بس ان شاء الله مع وجود الاجهزه الحديثه جدا في شعبه التربيه المركزيه ممكن نقدر نوصل لاكتر من كده هتخضعوها للتجربه يعني في فتره طبعا ان شاء الله. زي ما قال الدكتور محمد احنا كان 121 اناء هنتعمل 31 بس، فاضل في كتير وكانت بحاله جيده يعني. خليني اقول حاجه صغيره هنا. اتفضل يا دكتور. ان حفظ الاجزاء المختلفه من الجسد بتراكيب ومخاليط مختلفه يقول ان المصري برع ايضا في دراسه علوم الانسجه، وفك برضو شفرات انسجه الجسد المختلفه، وبناء على كده عرف الخلطات اللي تستخدم في حفظ كل جزء من الجسد. ودي دروس مستفاده ممكن نستخدمها ايضا واحنا بنتكلم مش بس في حفظ اجساد، ممكن يبقى لها تطبيقات في الطب الشرعي طبعا، ممكن يبقى لها تطبيقات في الحمايه ضد التحلل الميكروبي سواء للاجساد او غيرها. زائد ان احنا عندنا الميكروبيولوجي كمان عندنا مساحه واسعه جدا ندرس انا والزملاء والزملاء وانا على حيوانات تجارب عشان نفهم اكتر اللي ما نقدرش نعمله على البشر مباشره. طب احنا يعني في معلومه طبيه كده ان مثلا القلب بيحتاج بعض الاطعمه علشان الرئه مش عارف شكله عامل كده يبقى البروكلي شكله شبه الرئه، في الكلام ده بنسمعه في الغذاء، هل نفس المواد التي استخدمت في التحنيط تقارب ده ولا بعيده تماما؟ لا يعني احنا مش عايزين يعني انا في معلش انا اسف طبعا اللي انا بقوله لحضرتك ده التعميم هنا او الجنراليزيشن هنا مش علمي مش علمي، لكن عايزين نتكلم بعمق ان التركيب التشريحي والتركيب الهيستولوجي النسيجي لكل أنسجة أو كل جزء من الجسد مختلف وطبيعة الخلايا بتاعته مختلفة، وبناء على كده درجة اختراق المواد ووصولها للخلايا بتاعت النسيج ده بناء على الخلايا الطلائية والطبقات بتاعته وعددها والأنسجة وتركيبها بتختلف، وعشان كده استخدم المصري خلطات مختلفة عشان يضمن اختراق المواد لأجزاء ممكن تكون على عمق أكبر وبالتالي يضمن حفظها. ماذا بعد؟
ده هي فعلا هو ماذا بعد من الفريق الدولي المصري الموجود. نبتدي هناك ولا هنا؟ انا بقول حاجه قلتها في وسائل اعلام كتير جدا. لا اختصرها من فضلك بقى. هقول لحضرتك، العالم كله بيعاني من ريزيستنس او مقاومه للمضادات الحيويه او مضادات الميكروبات. المصري القديم لما جلب الحاجات دي من بعيد قوي وعمل المخاليط دي كان بهدف انه يقي تحلل الاجساد او الانسجه لفترات طويله جدا قد تصل لالاف سنين ضد التحلل البكتيري والفطري واللي ايه. فاحنا ممكن نتعلم من المخاليط دي والمواد الطبيعيه دي ونستنبط مواد لها صفات مضاده للبكتيريا والفيروسات والفطريات على شكل علمي، مش بس مخلوط نباتي. لا، لان التحليل اللي عمله دكتور محمد ابراهيم على اجهزه الكروماتوجرافي عرف مواد كيماويه نقدر نخلقها معمليا وتستخدم كمضادات للفطريات ومضادات حيويه في الوقت الحديث. انا كده خلصت زمايلي يقدروا يتكلموا. اللي بعد ان شاء الله طبعا يعني طبعا هو يعني مور انفستيجيشن، يعني زياده دراسات ثانيه زياده. احنا عرفنا الخلطات، عايزين نشتغل على ريسبي برضك، نشوف الريسبي اللي كان بيستخدمها، لانه كان بيستخدم على الجثه حوالي 7 ريسبي. كان اهم جزء اختلاف الوصفات على اهم جزء كان الدماغ، وكان هو كاتب الفازلز دي للدماغ. فطبعا عايزين نعرف طب الكومبوزيشن بتاع الفازلز دي على الدماغ ايه، بيعمل ايه؟ زي ما قال الدكتور محمود ممكن ندرسه على حيوانات التجارب، اذا حافظها على مر السنين قد يساهم في حل مشاكل، مشاكل مثلا كتير. يعني الزهايمر اللي يعني في معلومه حضرتك في واحد مشاكل او يعني ضعف في منطقه او تم خلاص فسادها، يعني يمكن نقدر نشوف حلول بديله وغيرها طبعا. بالظبط، يعني في معلومه كده انا قريتها اللي هي سبون، هاني سبون دي معلومه جاء واحد امريكي عرفها اخترع منها ادوات التشريح وبقى ملياردير، عرفها من معلومه على برديه على الحيط. قال لك ان الجثه دي هتبقى نظيفه كورقه اللوتس، فدرس ورقه اللوتس. لا، ورقه اللوتس ليها صفات غريبه جدا وصفات يعني يونيك، فبدا يفكر انه يعمل ادوات التشريح من ورقه اللوتس ما يلزقش الدم فيها ولا الميكروبات تلزق عليها. فاحنا المعلومات دي مش عايزين ناخدها كده وخلاص، صحيح. نستفيد بيها ونطبقها على المجال في حياتنا يعني. صحيح. عايز تقول كلمه اكتر يا شباب حضرتك؟ ان شاء الله. هو حضرتك لما قال الدكتور محمود طول محمد الاستخدام الطبي للمواد دي، احنا اوريدي دلوقتي احنا عندنا الحضاره المصريه وعلوم الاثار، احنا بنتعامل معاهم كعلوم مواد، احنا بنستخدم عمليه تقويم وتقويه وتقويم الاثار الاوريدي الموجوده عندنا باستخدام هذه المواد، باستخدام الماستيك والمر مع البوليمرز الريزنز اللي كانت موجوده. تمام. فدي نبدا نبني عليها ونبدا نكمل ابحاثنا مع هذه المواد. صحيح. على اي حال يعني هو كشف طبي مهم جدا، ويعني تختلط فيه يعني علوم كثيره، يعني مش بس علم الكيمياء العضويه، لا احنا بنتكلم في فيزياء، بنتكلم فإن احنا عرفنا خرائط للمصري القديم يقدر من خلالها يأتي بهذه المواد إلى الأراضي المصرية من أجل تحنيط ووصول الجثة بهذه الصورة إلى الآن في وقتنا هذا. كل الشكر لحضراتكم. ودي سمة من سمات الأبحاث اللي بتتنشر في دورية نيتشر. صحيح صحيح. تمام. كل الشكر لحضراتكم، نورتونا وشرفتونا. دكتور محمود بهجت أستاذ الكيمياء الحيوية والمشرف العام على شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث، أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد إبراهيم رئيس قسم سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، شكرا جزيلا لفندم. دكتور احمد يوسف رئيس قسم مواد التعبئه بالمركز القومي للبحوث، نورتونا وشرفتونا واسعدتونا. ربنا شرف لي. شكرا جزيلا. على اي حال المشاهدين الكرام، خلينا نروح دلوقتي لفاصل قصير ونرجع نكمل فقرتنا. صباح الخير. المسرح المصري واحد من أهم أشكال قوتنا الناعمة. الحقيقة الموسم المسرحي الحالي لمسرح الدولة في صحوة، نقدر نقول أن في أكثر من 8 عروض مسرحية ومنها مسرحية بيت روز اللي انطلقت على مسرح إيطاليا. صحيح، بيت روز هو عرض مهم بيحكي قصة 4 فتيات وبينهم عدد كبير من المواقف اللي بتواجههم، إزاي قدروا يتعاملوا مع هذه المواقف وإزاي قدروا يحلوها. خلينا نتكلم عن هذا العرض المسرحي بيت روز، خلينا نتكلم أيضا عن مسرح الطليعة وعن مسرح الدولة وعن
ما يقدمه للجمهور وكيف يستفيد المصريون من مسرح الدولة أكثر استفادة ممكن. بصحبتنا مؤلف ومخرج العرض الأستاذ محمود حديني، أهلا بحضرتك يا فندم. سهلا. ومعنا أيضا نادية حسين إحدى بطلات هذا العرض، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا نادية حسن. نادية حسن أهلا وسهلا. صباح الفل عليك. أهلا صباح وسهلا. الأمر. خلينا نبتدي معاك كده أستاذ محمود، يعني بداية الفكرة كلها اتعملت إزاي، القصة إزاي تم تقديمها على المسرح، ويعني الملخص اللي عايز تحكيه لنا عن كواليس خروج هذا العمل المسرحي للنور. المسرحية بتتكلم عن أربع بنات قاعدين في كافيه وبيتكلموا، يعني بيتكلموا بقى في كل حاجة تخصهم، طبعا بيتماسوا مع بنات كتير موجودة في الحياة برا، ويمكن هي دي المسرحية، المسرحية معمولة علشان البنات تتكلم، الأربع بنات دول يتكلموا، فلما يتكلموا يعبروا عن نفسهم، يعبروا عن جيلهم، يعبروا عن سنهم، عن الفترة العمرية اللي هم فيها، لأن الأربع بنات كمان في الثلاثينات من العمر، بس هي دي المسرحية. تفاصيل أكتر، يعني إيه هي المشاكل مثلا؟ إيه هي المشاكل؟ مشاكل أي بنت في الثلاثينات، لو متجوزة مشاكلها في الحياة الزوجية، لو مش متجوزة مشاكلها مع المجتمع ونظرة المجتمع ليها، مشاكل المرأة عموما بشكل عام، زي التحرش، زي كل المشاكل اللي بتواجه المرأة، كل ده بيتقدم بشكل فيه دردشة، بيتكلموا بيضحكوا بيعيطوا بيحزنوا، هم قاعدين على ترابيزة في كافيه، يعني هو ده الجديد حتى في الصورة المسرحية اللي بتتقدم يعني. طيب الفكرة بتاعت ان مين ست يبقى موجود، او انا ما شفتش المسرحيه، لكن استخلاصا من كلامك انت بتتكلم انك مثبت اربع بنات قاعدين في كافيه بيتكلموا بس، ويمكن دي صعوبه المسرحيه وصعوبه على الممثلين اللي بيمثلوا، ممثلات طبعا، ازاي يبقى انت بتتفرج على مسرحيه طول الوقت ثابته ما فيهاش حركه ما فيهاش مزانسين، الممثلين قاعدين بس في نفس الوقت الايقاع بتاعه مختلف، الايقاع مشدود، التدفق بينهم وبين المتلقي عالي والجمهور منتبه، الحمد لله المسرحيه محققه نجاح، احنا عرضنا اربع ايام كامل العدد الاربع ايام ما شاء الله، فده معناته ان احنا برضو ان هم كممثلات ناجحين ان هم يوصلوا الحاله دي للجمهور يعني، وهي مسرحيه يعني برضو عشان ما هي بتتحكيش قوي، هي المسرحيه عباره عن اربع بنات بيتكلموا فعلا، يعني حتى الدراما بتاعتها مش الدراما التقليديه المتعارف عليها بدايه ووسط ونهايه. ايه المعالجه اللي يعني ايه شكل المعالجه اللي اختلف عن المسرحيات اللي قدمتيها قبل كده؟ تقدري تقولي ان هنا في شكل مختلف ازاي؟ اعتقد التلقائيه في المسرحيه وان احنا نمثل بطوعيه اكتر، نكون براحتنا اكتر، فكره ان احنا نبقى ثابتين فعلا، وكمان ان استاذ حديني خلانا الاول، هي يعني المسرحيه قايمه على اربع بنات هم اصحاب، فلازم يبقى في بيننا كيمياء احنا الاربعه البنات، فهو قدر يعمل ده جدا، وبقينا بنتعامل يعني مع بعض من قبل في البروفات، كان بيسيبنا في البروفات فعلا، يعني كان ممكن يخلينا في بروفا ويطلع هو بره، واحنا كنا بنقعد نتكلم حتى بره المسرحيه، كان عايز يطلع كل حاجه جوانا، واعتقد المسرحيه بتمسنا حتى احنا شخصيا، بتمسنا في كل حاجه، يعني كل بنت بتتفرج على المسرحيه بتلمسها فيها حاجه، ده لو مش حاجتين مثلا او ثلاثه او اربعه. بتقدمي شخصيه ايه؟ انا بعمل شخصيه ايه شبهك وقد ايه مش شبهك، قد ايه مختلفه مع الشخصيات اللي موجوده وقد ايه موافقه على الشخصيات. انا بعمل شخصيه منار، هي البنت الاقل تجارب فيهم، الصبوره اللي هي عايزه تتجوز عن حب، بس هي اتحطت بعد تجربه وخذلان ليها ان هي قررت او لسه بتفكر انها تتجوز صالونات، فبتيجي تعرض عليهم ده مع اصحابها، فطبعا بيحصل حوار بينهم، في موافق وفي معترض، وبنشوف بقى في النهايه منار بتقول ايه. طب ما تكلمينا على شخصيات الثلاثه التانيين. في شخصيه ساره، دي البنت اللي هي المتفتحه شويه، اللي هي برضو مرت بتجارب كتير، تجارب قاسية يعني، المفروض ان سارة اتجوزت واتطلقت ثلاث مرات، والمجتمع طبعا بيشوف ان ده غلط وبيبص لها بنظرة مختلفة. في شخصية سماح اللي هي الزوجة الصبورة اللي هي بتستحمل جوزها في كل حاجة، وبيحصل ما بينهم مشاكل وخلافات ممكن يمد ايده عليها وبيتبادلوا ده، فده نموذج تاني.
في نوران البنت اللي هي ما حبتش قبل كده او ما دخلتش في تجارب قبل كده، ف الحالمه اللي طول الوقت نفسها تشوف نفسها زي منار بس ما تعرفش الحقيقه اللي منار مرت بيها. القعده كمان هم اربع بنات بيتقابلوا على طول، بس القعده دي بتبقى مختلفه لان هم بيكتشفوا عن بعض حاجات اول مره يقولوها وهم نفسهم ما يعرفوهاش، يعني هم بيعترفوا لنفسهم برضو بحاجات ما قالوهاش قبل كده. هم عارفين بعض، هم شايفين بعض، هم كويس عارفين بعض، ولا زي ما انت بتقولي هي حد نفسه يبقى حد وهو مش عارف اللي جواه؟ هم مش قريبين قوي ولا كل شخصيه بقى لها ليفلز يعني او لها مستويات؟ لا هم قريبين جدا وهم صحاب قوي وبينهم ذكريات ومن ايام المدرسه وفي من ايام الجامعه، بس الفكره ان اوقات بنبقى كلنا كده جوانا سر مش بنعترف بيه حتى لنفسنا. بس في القعده دي هم من كلامهم بيقرروا ان هم يعترفوا لبعض او يكتشفوا حاجات عن بعض، فهي كانت القعده دي في اليوم ده القعده دي مميزه بالنسبه لهم. فبيقرروا ان هم يحكوا اللي جواهم وبيعرفوا بعض اكتر وبيوجهوا بقى منار في الاخر. منار بتاخد القرار في الاخر ان هي مش هتاخد العريس. حرقنا المسرحيه؟ لا لا عادي. هو المسرحيه في رؤيتها يعني، ما احنا بنشوف التريلرز وبنعرف قصص الافلام بس. طيب يعني بنسبه قد ايه الممثلين التزموا بالنص اللي مكتوب، وبنسبه قد ايه اضافوا واضافاتهم كانت حلوه فين وما كانتش حلوه فين؟ لا طبعا هم ملتزمين بشكل كامل بالنص المكتوب، ملتزمين بيقولوا نفس الكلام، بس هم اضافوا الروح، اضافوا روحهم هم، اضافوا افاتهم هم، علشان هو المطلوب انهم يبقوا اربع صحاب جدا، صحاب من 10 سنين من 15 سنه وجايين يتقابلوا النهارده عشان يتكلموا مع بعض، بس زي ما قالت ناديه بيكتشفوا عن بعض حاجات ما كانوش يعرفوها، لان القعده دي فعلا مميزه، بيقدروا يخرجوا حاجات ما كانوش قالوها لبعض قبل كده، يمكن حتى ما كانوش قالوها لنفسهم حتى. ما سبتش يعني مساحه ان يبقى في نوع من انواع ال... لا طبعا فيه، لما كنت بسيبهم لوحدهم بسيبهم علشان هم بعد كده يدخلوا يدخلوا تفاصيلهم، يدخلوا حاجاتهم. انا كتبت بخبرتنا عن المراه او عن البنت او عن الست في السن ده او في المرحله العمريه دي، لكن كمان كنت محتاج لمستهم هم الشخصيه، وده هيزود معاني او زود معاني كتير في المسرحيه وحاجات كتير واحاسيس كتير. يعني انا عايز اقول ان احنا كنا بنيجي يعني لما جينا نقرا السكريبت النص بتاع المسرحيه احنا كلنا كنا مصدومين ان الكلام حقيقي جدا، وان كنا مش عارفين ازاي واحد ديني اصلا عارف الحاجات دي عننا كبنات. احنا كنا بنقول الكلام اللي هو بيقوله كنا نحس ان جسمنا بيقشعر كده. الحاجات دي انت عرفتها ازاي؟ الحاجات دي انت عرفتها ازاي؟ لا بالعكس، هو احساسي انا احساسي ان المشاكل مش بعيده، مشاكل البنت عن مشاكل الرجل مش بعيده، يمكن في حاجات اللي ليها علاقه بالظلم المجتمعي او الحاجات دي كلها هي دي اللي بعيده، هي دي اللي نحتاج نعرفها او محتاج اسرش عنها او ابحث عنها، لكن في النهايه مشاكل زي مشاكل الوحده دي مشاكل انسانيه، مشاكل الوحده، مشاكل الفراغ، مشاكل الخوف من الزمن، الخوف من المستقبل، دي كلها مشاكل بيعيشها الراجل كمان. يعني المسرحيه مش بس للبنات، المسرحيه ممكن راجل يشوفها يشعر ويتالم ويحس ويضحك ويبتهج ويحصل عنده كل المشاعر اللي عند البنات دول، فيما عدا الحاجات الخاصه بقى اللي هي خاصه بنظره المجتمع للبنت اللي ما بتتجوزش او بيتاخر سن الجواز عليها، ليها علاقه بنظر التحرش، الحاجات دي الحاجات اللي تخصهم هم، ودي الحاجات اللي رحنا لها وهم راحوا لها وهم فكروا فيها وهم ارتجلوا فيها. بس يمكن طريقه التناول هتختلف لو بتتكلم عن ولاد زي ما بنقول، لانه قعده المكاشفه مش عارفه الولاد بتقعد تتكاشف كده بنفس الطريقه اللي البنات بتقعد تتكلم بيها ولا الولاد؟ لا مش بنفس مش بنفس الشكل، يعني البنات يتقابلوا في كافيه، لكن مثلا لو حبيت اعمل مسرحيه زي دي للولاد يبقوا بيلعبوا بلاي ستيشن مثلا او وهكذا. طبعا الاختلاف هيبقى فيه اختلاف. بيت روز هي التناول بتاعها تناول في رأينا الشخصي بسيط ورقيق وناعم زي البنات، زي الاسم روز. بالظبط، في النعومه بتاعه البنات دي كانهم بيتحركوا بالراحه او بشاعريه يعني. صحيح. على اي حال يعني مسرح الطليعه او المسرح القومي وعدد كبير من مسارح الدوله تفتح ابوابها للجمهور، بتستقبلهم بها عدد كبير من النصوص الجيده المقروءه جيدا اللي بتمس الاسره المصريه اللي ليها ارتباط وثيق ما بين الأسرة المصرية بكل مكوناتها وما بين
معالجة هذا العمل بشكل مسرحي أو درامي. بنشكر أستاذ محمود حديني مخرج ومؤلف العرض المسرحي بترو، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا أيضا نادية حسن إحدى بطلات العرض، شكرا جزيلا لك يا نادية. نورتونا، أهلا وسهلا. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة، كنا موجودين معاكم على مدار 3 ساعات، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.